بعض الأشخاص اللي هن عم يدوروا على عمل، اللي كانوا مثلي بمرحلة ما بيعرفوا يعني بي سي في، ما بيعرفوا يعني انترفيو، ما بيعرفوا شو يعني لينكد إن ولا شو يعني كفر لتر. حاول إنه أكون هذا الحدا، مثل ما الله سخر لي طريق أشخاص يكونوا عن جد لولاهم أنا ما استمريت، حاول أكون هذا الرفيق بالمسيرة المهنية. الفكرة إنه يكون الشخص المناسب للمكان المناسب بغض النظر عن الجنس، بغض النظر عن العمر، بغض النظر عن أي شيء يعني. لكن الموت بحد ذاته ما في أي علم ولا دكتور ولا أي زلمة بالدنيا بيقدر يقول لي أنت حيصير، فخلص أنا بعيش حياتي وما عاد في شيء خاف منه، لأنه أكتر شيء خايف منه حيصير وما بعرف أنت. أنا بشوف بوتنشل بالناس مثل ما شايفين، وبحب أن يكون رفيقهم بمسيرتهم المهنية عن جد، بحب حاول ابني بكرة، بحب ساعد الناس تلاقي حالة وين هي مهنية. مرحبا أصدقائي، اليوم معنا ضيفة مميزة عندها شغف كبير بمجال الـ HR أو إدارة الموارد البشرية. من كتر حبها لهذا المجال اشتغلت فيه بالمنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة، درست هذا المجال بالجامعة الافتراضية وتخرجت منها بمدة أقل من المدة اللازمة. ما اكتفت بهذا الشيء بس، وإنما عملت أكثر من منصة على السوشيال ميديا لتساعد العالم بأنه يتجاوزوا كل التحديات المتعلقة ببيئة العمل. معنا الكوثر حسين، أهلا وسهلا فيكي. أهلا عبود، كيفك؟ تمام الحمد لله. ومعي كمان صديق الرحلة المشتركة، صديق القناة المشتركة عمور، أهلا وسهلا فيك حبيبي عبون. هلا في شغلة حابب أحكيها بالبداية، إنه نحن أول شيء مثل ما حكينا البودكاست تبعنا هو فكرة، إنه كيف الفكرة تبعه هي استكشاف الذات، يعني رحلة البحث عن الذات لنقول نحن. هي قصص بلشت بكتب وبودكاست وتجارب عشناها بحياتنا ومصايب كمان كثير صارت معنا آخر فترة. أنا وعبوك كنا نحكي كثير تليفونات، وأحيانا رفقاتنا يكونوا موجودين قدامنا فيقولونا ليش ما تعملوا هالحكي بودكاست، ممكن حدا يستفيد منكم. فكانت هيك الفكرة بداية البودكاست، وهي فعليا نحن يعني كل يوم عم نستكشف شيء جديد، وهذا البودكاست عم يدعمنا دافع لأن حتى نرجع نركز دائما على حالنا. والفكرة اللي غيرت حياتنا تماما إنه كل شيء ببلش من جوا، يعني كل شيء بحياتك بغير من برا بعد ما أنت تعرف حالك وتشوف أفكارك، تراقب أفكارك وأحاسيسك وشو عم تعمل أنت. تمام، فبقى الرحلة هاي صرنا نجذب لأشخاص بيفكروا نفس التفكير تبعنا، تمام، أو بنفس المواضيع اللي بالأخير هي العلاقة بتطوير الذات أو بأي مواضيع مهمة حتى الواحد يكون عنده بلانس بالحياة. تمام، فهي واحدة من الشغلات اللي خلتنا نقوي علاقتنا هلأ مع الكوثر، اللي هي متوجهة على الشيء اللي بتحبه أهم شيء، وهي مثال عملي لكثير شغلات نحن عم نحكيها وهي عم تحكيها كمان بالسوشيال ميديا. وقصة الكرياشن هي كيف عم تركز بحياتها على تكون بالكرياشن مود وتطلع من اللي نقول إيفيتد إيموشنز، يعني تدور على الشيء اللي بتحبه أكثر ما الشيء اللي بتخاف منه، تحاول تطلع من الفكر لنقول المحدود اللي بالثقافة موجود عنا لدرجة معينة، وتدور على الشيء اللي هي مو بس بتحبه عم تقدر تساعد فيه العالم اللي حواليها وتكون مبسوطة بنفس الوقت. تمام، فعلى هيك كتير مبسوطين نحن انه نحكي مع الكوثر حتى نشوف اول شيء الافكار تبعها اللي عم تغير لها حياتها، اللي خلتها تكون شجاعة انها تاخذ قرارات كتير ناس غيرها ما كانوا بيكون عندهم هالجرأة انه ياخذوها، وكيف هالشيء اثر على حياتها وعم ياثر عليها بجوانب مختلفة. تمام. فمثل ما حكينا نحن كثير مبسوطين هلا، وأكيد حكون محادثة جميلة. تمام. فهلا عبود هو أوريدي عمل ريسيرش وبحث عنك وشاف فيديوهاتك، وأنا نفس الشيء أكيد، يعني فنحن حابين نسمع منك أنت كيف أنت بتحبي تعرفي عن حالك، شو أنت بتحبي الشيء اللي تركزي عليه، أول شيء هيك التعريف منه، شو الشغلات اللي بحابة تحكي فيها، الشغلات اللي بتلاقي حالك هيك باشنت أباطل. هلا قصة طويلة لك مرأة كلها. أكيد 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 خذي راحتك. نبهتكم، أنا الكوثر، عندي 24 ونص، أنا درست بالمركز الوطني للمتميزين باللاذقية، وبعد ما خرجت من الثانوية كان
مسموح لإلي أدرس إما بحوث علمية أو علوم طبية حيوية biomedical sciences أو هندسة ليزر أو ميكاترونيك. هي الاختصاصات المتاحة لطلاب المركز، يعني ما كان في يسجل بالاختصاصات العادية. بوقتها كان بدي أدرس هندسة ليزر، وللأسف ما انفتح الفرع، كان عددنا 4 طلاب ولازم نكون 5 لحتى. فكنت أمام خيار بالنسبة إلي أنا، حدا ما له علاقة بالميكاترونيكس، ما له علاقة بهي المجالات، رحت أقرب شيء للعلوم الطبية الحيوية biomedical sciences، لأني كنت أنا وغيره شاطرة بالكيمياء، شاطرة بالعلوم، وقلت إنه خلص جربي. يعني طبقا أنا ما كان عندي شغف في هذا الفرع، بس إنه كان أنسب الحلول المتاحة، أو أنا كنت بدي أعيد بكالوريا بوقتها، ما كان في عندنا خيار. رحت على هذا الفرع، وبعد سنتين من ما بعرف شو بدي أسميهم، رح أقول إنه هنا سنتين من عدم النجاح، ما انتميت ابدا لهذا المكان للاسف. بطلت اسمع هيك، ما بقدر اقدم شيء. عم تشتغل صبح صبح ومساء احيانا عن جد، مع انك مو حابب، بس انه بس بدي اثبت اي شيء ما عم تقدر. وبنفس الوقت قلت لك انه ما كان في خيارات، يا بدك تعيد بكالوريا من الاول، يا ما خلص بدك تكمل بهذا المكان. فبهي الفتره انا كنت عم اشتغل شغلات ثانيه، عم أقوي حالي بالكمبيوتر، عم أقوي حالي باللغات، بس ما كان عندي خطة واضحة أبدا، لحد ما وصلت لمرحلة إنه خلص أنا ما عاد بنتمي لهم. وبلشت أسأل إنه طب هل أنا بدي أترك؟ يا جماعة لا يعقل إني أعيد بكالوريا. وبوقتها بعد سنتين يعني صار مسموح إنه نقدم على جامعات افتراضية، صار مسموح إنه نقدم على جامعات خاصة فقط، يعني مثلا جامعة دمشق أو جامعات حكومية ما في يدرس فيها. ولكن كان بالنسبة لي أحسن من بلا. كنت عم أقول إني بفترة الحجر الصحي، يعني لما كان لسه فينا نتحرر، رحت وقدمت على المنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة. صراحة أنا رحت في ريكومنديشن، يعني حدا نصحني، ورحت وأنا ما بعرف حتى شو الرول اللي مقدمة عليه. بحياتي ما عاملة انترفيو، عاملة سي في بس، يعني هي أقصى قدراتي. حدا شاطر الكمبيوتر، لغته منيحة، لطيف مع الناس، بس هي أنا يعني حدا طفل في عمري 19 سنة. رحت وعملت معي انترفيو مدام يارو، هي مديرة الموارد البشرية. أنا ما بعرف شو اللي شافته فيي وقتها، بس هي شافت بوتنشل. ورحت وعملت انترفيو تانية بعدها، ونقبلت في الشغل. الشغل كان المفروض إنه يكون ريسبشنست، ولكن بتفاجأ إني بأول أسبوع المدام يارا بدها ياني أتعلم شغل الـ HR. وبلشت تشتغل علي من الإكسل وإلى ما هو أبعد من ذلك. كنت كثير محظوظة بإنه عندي مديرة عم تشتغل علي خطوة بخطوة. وصدقا يعني أنا لليوم يمكن لولا هي الخطوة، ولولا ما هي شافت في شيء، لولا ما هي وجهتني لهذا المجال، ما التفتت بحياتي. زائد انه كنت محاطه بزملاء عمل كثير داعمين، يعني صدقا اي شيء كنت اساله كنت اجاوب عنه. ف بنفس الفتره صار فيي سجل بالجامعه، فرحت سجلت اتش ار عن حب كثير، انه انا عم اشتغل بهذا المجال. بلشت صح ما عندي كان خبره كبيره فيه بوقتها، بس بلشت وفتو عن حب. بلشت بشهر 3 ب 2020. اول شيء نزلت 6 مواد بالجامعه، لقيت حالي عم نزل أكثر. آخر فصل دراسي بتذكر إني نزلت 11 مادة مع مشروع التخرج، وكنت قادرة أشيلهم كلياتهم. عملت مشروع تخرجي عن أثر استخدام الـ ATS بالتوظيف، وأخذت 92%. تخرجت تقريباً 3 سنوات. في هي الفترة كنت لسه مستمرة بالعمل بمنظمة آمال، وبأول سنة لإلي بالمنظمة بآخر سنة 2020 تقريباً، لقيت جوب بوست على الفيس بدون مدقق لغوي. هلا انا لا بمتلك شهاده باللغه العربيه ولا الانجليزي ولا الفرنسي، وما بمتلك شيء يخولني هاي المهاره، بس كثير بحب اللغات من وانا صغيره، كثير بحب. ما في اشوف كلمه غلط وما صلحها ما بعرف شو تسمي هالشيء، بس قلت ادمي شو خسران، كنت فعلا حاببته. تقدمت وراح الموضوع يمكن شهرين 3، تواصلوا معي وقالوا انه انت و4 اشخاص ثانيين الفاينل كانديديت تبعنا، ولسه في تست تحليل. فعملت التست اللغوي واختاروني بوقتها مع شركه مجره بالامارات. انا بلشت كمدقق لغوي، ولكن ايضا بفضل مديري تعلمت كونتنت كريشن، تعلمت كوبي رايتنج،
تعلمت تحليل مقالات حسب SEO، لقيت حالي عم بتعلم فويس اوفر لحد أوه. ما بالسنة 2023 اجاني اوفر، ايضا هو نتيجة ان المدراء اللي حواليك شايفين انت شو عم تشتغل، انه تعي نحن عندنا هارفارد بزنس ريفيو العربية، هي منصة بتقدم محتوى بالادارة، وانت خريجة ادارة وعندك فويس اوفر، بتعرفي تكتبي سكريبت وبتعرفي بتعرفي، تعي نعمل فيديوهات بالادارة. فبلشنا من شهر 8 2022، طبعا ما بلشنا نشر من وقتها، بلشنا نجرب ونصور ونعيد، وبلشنا نشر على تيك توك، فبتشوفوا الفيديوهات اللي انا بنشرها اليوم على التطبيق الخاصة، هن منتشرين على كذا منصة. بالإضافة لهذا الشيء، ببداية 2023 بلشت as an independent recruiter، يعني أنا بساعد الشركات اللي هي برا سوريا، عم تحاول جوا سوريا إنها تلاقي موظفين، مساعدة بالانترفيوز، مساعدة تلاقي موظفين، وبساعد الأشخاص اللي هن عم يدوروا على عمل، اللي كانوا مثلي بمرحلة ما بيعرفوا يعني بالسي في، ما بيعرفوا يعني انترفيو، ما بيعرفوا شو يعني لينكد إن ولا شو يعني كفر لتر. حاول إنه أكون هذا الحدا، مثل ما الله سخر لي طريق أشخاص يكونوا عن جد لولاهم أنا ما استمريت، حاول أكون هذا الرفيق بالمسيرة المهنية. وبس هيك، هاي أنا. أو شوف، في شغلة حابب أحكيها أنا، إنه بيقولوا لك من أكثر الشغلات المهمة الواحد بيوصل لنجاح بأي شيء، إنه ما ينسى شغلتين، ما ينسى قديش هو محظوظ وقديش في ناس ساعدته رح توصل، لأنه بأي شيء أنت بتوصلي له ما بتقدري تكوني لحالك. فكتير شيء حلو إنك ذكرتي أكثر من حدا إنه لحتى إنه وصلتي اللي بدك توصلي له. تمام تماما تمام. تمام وحتى من الشغلات اللي كتير انا عجبتني باللي عملته الكوثر، انه هي كانت عم تدرس، هي درست سنتين بمجال البيوميديكال ساينسز وتركت هذا المجال بعد سنتين، وقررت انها تروح على المجال اللي هي بتحبه، وهي خطوة كتير جريئة، لانه في كتير عالم يعني ما عندهم الجرأة انه هن بيكونوا حتى ما لهم مبسوطين بالمجال اللي عم بيشتغلوا فيه او المجال اللي عم بيدرسوا فيه، ومع ذلك بيكملوا. فهي انه خطوه حلوه كتير انه كان عندك الجراه انت، لانه نحن دائما بنركز انا وعمر انه بالكرييشن ستيت الانسان ما بيفكر بالوقت، يعني اخر همه هو الوقت، بيفكر بس يكون مبسوط ويعمل الشيء اللي بيحبه. فهي شغله كتير حلوه. شو الشيء اللي خلاكي تاخذي هالقرار، وشو هي التحديات؟ هل في عالم مثلا من اهلك، من معارفك، من العالم اللي حواليك عارضوا هالشيء وقالوا لا كملي؟ والله الكل كان معارض لسبب، اول سبب هو انه احنا ما كان في وضوح انه انت هلا اذا تركتي انت يمكن بدك تعيدي بكالوريا من الاول، يمكن ما يطلع لك جامعه، يمكن ما بتعرف ايش راح يصير. اثنين كان الالتزام المالي، احنا من مركز وطني للمتميزين من صف العاشر من بدايه الثانوي، ففي التزام مالي كبير، فانا كان عندي تحدي مالي انه انا فوق كل هدول لازم اشتغل لاوفي هي التحديات الماليه، ولحالي انه ما في وضع، الوضع كان هيك، كان في غموض شديد، بس انا اجتهدت. مو مكاني في ناس بتعم تحس انه انا ما عم انجز ابدا، حتى في كثير مواد ما نجحت فيها نهائيا، مع انه اساتذتي فعلا وقفوا جنبي، بس حدا مو هذا مطرحه بالحياه، ما خلق له يعمل هيك، يعني قد ما حاول وجرب وسهر ودرس بس ما عم يقدر. هيك صار. قصة نجاح بصراحة، قصة نجاح. نجاح مستمر هو يعني احلى شيء. انه هلا انا فكره الكوثر اللي شفته فيها شغله، انه حكينا على الكارير شيفت، انه عن جد انه ما تقعد تفكر بالوقت، يعني دائما دور على الشيء اللي بتحبه. وهي بتحكي مثلا اكثر العالم بتقول لك انه مخالفتها بانه تعمل هالكارير شيفت، ليش؟ بيقولوا لك انه قديش بدك وقت حتى ترجع تعيدي، قديش بتصير التركيز كله على، نحكي على السرفايفل ايموشن اللي كنا نحكي عليها، على الخوف، على القلق، المستقبل، على كل شغله تماما القصص هي. تمام، فبدها جرأة الواحد حتى يقول لا، انا عشان بدور على الشيء اللي فيني اعمل فيه كرييشن، الشيء اللي في لي اعمل بلاقي حالي فيه، في الباشن فيه. تمام، طيب حقول لك شغله هلا، هيك سؤال بشكل عام. نحن حكينا وحنحكي اكثر هلا كنصائح كمان اللي انت بتعطيها على السوشيال ميديا، لكن بنبلش، نحن دائما بنبلش من جوا لبرا مثل ما بنقول. فقبل ما نحكي نحن على البيربس بشكل، قديش هو البيربس مهم بالشغل، حابب اسمع عنك انت، بالنسبة لك شو هي الواي تبعك بحياتك؟ والله الواي تبعي، أنا بشوف بوتنشل بالناس مثل ما انشاف فيني، وبحب إني يكون رفيقهم بمسيرتهم المهنية، عن جد بحب ساعد الناس هي ما عرفت تبلش، بحب ساعد الناس تلاقي حالها وين هي مهنيا،
بحاول ابني بكره يعني one human at a time. الواي يعني جد نحن كثير بنركز على الواي لانه هو سر السعاده فعليا. يعني الانسان اذا ما عنده بيربس، اذا ما عنده غايه خارج حدود مصالحه الشخصيه، خليني اقول ما راح يعيش السعاده الحقيقيه. وفعلا اذا انت ما كنت عم تقدم فائده للناس اصلا كل شيء عم تعمله ما له معنى. تماما تماما. بتذكر في كورس عملته على لينكد ان كثير كثير ضل ببالي، كان بقصه البيرن اوت. هي واحده من المواضيع كثير بلاقيها مهمه، يعني انترستنج الواحد يبحث عليها ويعرف انه شو الاسباب تبعها، لانه انا صار معي البيرن اوت من قبل وضليت فتره، حتى يعني ضليت هيك فتره ببالي انه انا اهم شغله بحياتي هي المنتل هيلث. تمام، لو انت عندك المنتل هيلث ما بقعد عندك بيرن اوت. فقعدت كثير قاعد ابحث انه شو الاسباب وليش هيك صار. فبتذكر كان بهالكورس هاد، وهيدي حابب اخذ رايك فيها، بالكورس كان في اربع شغلات بيركزوا عليها انه الواحد حتى ما يصير عنده بيرن اوت. وحده منهم كان انه واحد طبيعي ياخذ بريك، ما يضل دائما عم يشتغل الى اخره. الشغله الثانيه قديش مهم يكون عنده كونكشن مع عالم ثانيين وهيك. الشغله الثالثه انه مثل انت قديش عندك كنترول، انه على قد ما تروحي بتشتغلي بمحلات فيكي تعملي كنترول. انت تقولي مثلا انا اذا حدا قال لي مثلا الساعه 8 اعمل ميتنج، بقول له لا انا بدي اعمل للساعه 9. يكون في عندك قد ما فيك انت تعملي كنترول اكثر، كل ما بتحسي اكثر بهي بفريدم. تمام، بتساعدك كمان ما يصير عندك بيرن اوت. رقم اربعه بيقولوا لك هي اهم وحده، هي البيربس. بيقولوا لك اذا واحد اصلا ما بيلاقي بيربس بالشغل تبعه، يعني هو عم يشتغل بس لياخذ مصاري ما له حابه، على القليله يتبرع بشيء او يتطوع لحتى يحس حاله عم يقدم شيء للمجتمع، هذا بيقلل البيرن اوت تبعه. ايه فحب هلا ما انا بلشنا بالواي، هيك اللي انت من خبرتك لهلا، يعني شو نظرتك للموضوع؟ والله كل شيء حكيته بالاضافه الى انه انا بشوف البيرن اوت هو ما له علاقه بس بالشغل، له علاقه مثل ما قلت اول شيء صحتك النفسيه، انت بالبيت مرتاح، انت ظروفك المحيطه مريحه، عم تواجه مشكله شخصيه ولا لا، طب بقلب الشغل الفريق اللي عم تشتغل معه زعجك، عم تعرف تتواصل معه، عم تعرف تشتغلوا سوا، عندك مدير ما عم تعرف تتواصل معه بده يفرض عليك الشغل، مثلا بدك تشتغل 12 بالليل، بدك تشتغل وحده الصبح، بدك ترد على الايميلات طول الوقت، فكلهم هدول العوامل تلعب دور. صح كل شيء ذكرته انه انا لازم يكون عندي الكنترول ولازم ولازم، بس للاسف انه مو كل الاماكن اللي بتقدم هي الرفاهيه، وقتها فعلا لازم نحن نوقف هيك خطوه مع حالنا ونقول انا ما بيناسبني هيك، لانه حتى انا مريت فيها بفتره يعني فوق الشغلات اللي بشتغلها كنت عم اشتغل لسه بمكان ثالث، بذكر اني كنت ناوي 4 ساعات بالنهار، كنت حابه الشغل مو انه مو حابه، حابه الثلاث اماكن حتى ماني قدرانه انه اترك كل واحد فيهم، وكنت عم اقدم شغل حلو بس هو كله على حساب صحتي انا، على حساب وقتي الخاص، على حساب عائلتي، طب هذا كله بياخذ منه، فبمرحله ما لازم تقول اوكي واذا بلا الشغل بلا تماما هذا المكان، لا فيني ركز بالشيء اللي انا فعلا بحبه واكسب صحتي النفسيه، لازم اروح رياضه، لازم اشوف رفقاتي، لازم اطلع انبسط يعني مثل اي انسان طبيعي، ما بصير ضل هيك شغل شغل شغل، لانه ما حدا اصلا بيكون بحاله نفسيه سويه اذا بس ضل عم يشتغل، نحن بحاجه التواصل البشري، بحاجه نقعد ما نعمل شيء لانه ما جاي على بالنا نعمل شيء، وهذا حق. تماما تماما تماما. عبد تذكر الفكره اللي حكيت، ايوه تذكر هاي الفكره اللي حكيتها انا بالبودكاست الماضي، انه الانسان يعني في مقوله حكيتها استاذي فردوس عبد الرحمن عملنا معه، قال الجنه هي مكان فيه عاطلين عن العمل وعديمي الفائده. يعني الانسان ممكن بلحظات من حياته انه ممكن الانسان بحياته خلص يقعد ما بده يعمل شيء، يعني وبده يريح حاله، يعني ما في شغل بالعالم قد ما كان الواحد بيحب شغله ما بيحتاج لفترات يرتاح، يعمل باوزه، يعمل بريك. يعني مشان هيك حتى في عالم بتلاقي انه رغم انه عندهم ايام محدده بالسنه انه يعملوا فيها، عندهم مثلا 30 يوم اجازه بالسنه، بتلاقيهم ما بياخذوها، ما عندهم شعور. فتنا كثير على مواضيع تانية، بس ما عندهم شعور بالاستحقاق انه هن اللي بيستحقوا انه يرتاحوا. يعني تمام، أو عندي شغلة مهمة هلأ مو وقت الإجازة، لا وقت الإجازة هلأ، وقت الإجازة هلأ. موضوع اليوم بنحكي عنه هو من صلب اختصاصك الكوثر، هو بيئة العمل. وأنا بعتبر أنه هذا الموضوع مهم كتير، يعني لنكون سعيدين، يعني إحنا لنكون سعيدين بحياتنا لازم نكون سعيدين بشغلنا،
لانه هي فعليا نتصور هي 8 ساعات من حياه الانسان تقريبا، وسطيا عم بحكي 8 ساعات باليوم بالشغل، يعني تقريبا ثلث حياه الانسان بالشغل. فاذا ما بيكون الانسان مبسوط بشغله ما رح يكون مبسوط بحياته بشكل عام. فنحن بدنا نحكي عن، نبلش من هالنقطه، كثير بنسمع عن فكره انه بيئه العمل مستقره، وكل انسان عنده تصور لبيئه العمل المستقره. فانا بدي اسال كوثر، شو هي بيئه العمل المستقره بالنسبه لك؟ المستقرة هي اللي قادرة أنا فيها أحكي وأعبر عن حالي وأعبر عن رأيي بالشغل، أحكي شو الشغلات اللي زعجتني، شو الشغلات اللي بقترح تطويرها، شو الشغلات اللي شايفة فيها مشاكل ضمن الشغل. يعني يكون عندي مدير يسمع، يكون عندي رفقات متعاونين، إذا ما بعرف شيء يكون في ناس تساعدني، مو بس نوقف لبعض على الوحدة أو إنه أنت عم تغلط أو أنا بفهم أكثر منك. نكون كلياتنا فعلا تيم، نكون كلياتنا فعلا جاهزين نسمع بعض ونتطور مع بعض ونشتغل سوا، لانه بالاخر احنا عندنا اهداف مشتركه بهذا الامر. احنا عم نشتغل كلياتنا، فاذا كلياتنا نفكر بهي الطريقه يمكن نرتاح اكثر، نطلع من موضوع انه بس انا بدي اثبت حالي والباقي ما مهم. لا، احنا كلياتنا مهمين بنفس القدر، اذا ما تعاملنا مع بعض هالاساس اصلا ما حدا فينا بيستقر نفسيا. تمام. انت هون عم تركزي بالحكيك على التيم وورك، خلينا نقول انه اهم شيء بالشغل انه يكون في روح جماعيه. يعني ايه، فحابين نحكي عن الموضوع لانه عن جد هذا الموضوع يعني انا بحس انه كتير بدنا شغل فيه. مو هيك حكينا انا وعمر على الموضوع المره الماضيه، انه عندنا فكره ثقافه المنافسه كتير بتاثر على الشغل. ف يعني هون بدي اسالك انه شو تاثير ثقافه المنافسه، انه كل شخص بده يثبت حاله، بس ما بيهمه انه الشغل يمشي، بيهمه بس انه هو يبين انه هو قوي او ذكي بهالمجال. شو تأثير هذا الشيء على الشغل؟ هلا بداية المنافسة مو غلط طالما هي ضمن فعلا أطر مهنية، ضمن فعلا انه كل واحد يثبت حاله بلا ما، يعني مو يثبت حاله على حساب فشل غيره او على حساب انه يظهر انه كل الاخرين ما بيفهموا لهيك انا اشطر حدا. لا، كلنا لازم نثبت حالنا ولازم نشتغل على حالنا ولازم نضل نتعلم. اصلا بيئة العمل اللي ما عم نضل نتعلم فيها اكيد هي ما عم تقدم لنا شيء مهم. الغلط انه نثبت حالنا على حساب الاخرين، يعني كلياتنا ببيئة العمل لازم نتعلم نطور حالنا ونثبت حالنا بالنهاية لما نطور مهنيا ونترقى، بس مو على حساب الثاني. لازم نضل متذكرين انه كمان نثبت حالنا از تيم بلاير، فبالاخير كمان نثبت حالنا كل حدا از تيم بلاير. يعني انت لما اليوم تروح تقدم على اي شغل مهم تكون عندك استقلاليه بالعمل وقادر تستلم مهمه لحالك من اي تو زد، بس كمان مهم تكون قدران تشتغل مهام اللي هي تتطلب فريق كامل، قدران تكون سلس التعامل مع الناس، تتواصل صح مع الناس. فهي كلياتها بتجمع مع بعضها، بس اذا انت مانك تيم بلاير كثير رح تواجه صعوبه. تمام. وهي هي تطبيق عملي من الجانب، لنقول الجانب الكارير، من الجانب المهني. بنرجع مره ثانيه فكره اليونيفرس والناس، يعني انا حابب انه اربط بين انه كيف الافكار هي اللي هي افكار عامه، لنقول عم تقدر تطبقها بكل مجال بحياتك. فانت اذا ما عندك الفكره هي، اذا ما عندك ايمان انه شيء اسمه كارما، شيء انه انت تقدم شيء للعالم حيرجع لك، إذا ما تحس حالك أنت جزء من المجتمع وجزء من التيم اللي أنت عم تشتغل فيه، تمام؟ إيه، فأنت حتى ما فيك تكون مبسوط. يعني هلأ ممكن كمان إذا بتحبي تعطينا أي أمثلة كمان نكون مبسوطين، بس أنا بحياتي اللي صرت عم بشتغل صلي أكثر من 7 سنين وبشركات مختلفة وببلدان مختلفة، ما بتذكر في أي زلمة عنده فكرة المنافسة، لنقول تبع أنه بده يكسر العالم اللي حواليه تمام حتى هو يبرز حاله. حتى اللي بيوصلوا، انا هذه شغله الكارما، انه كيف الريورد بيجي احيانا بشركه ثانيه بطريقه ثانيه. يعني ممكن واحد يوصل للشيء اللي بده، بده يصير مدير، صار مدير ماشي، وحطم الناس اللي حواليه، ومثلا كثير عالم من التيم تبعه تركوا الشغل والى اخره. بس شو بيصير بالشركه؟ شو بيصير بالتيم؟ وشو بيصير فيه هو؟ يعني لا هو بيكون مبسوط، التيم كل يعني اكثر. انا عندي امثله عمليه وشركات عشت فيها هيك، انه ممكن كثير احيانا واحد يوصل للبداية، الناس كثير من التيم تبعه يتركوا الشغل ويمشي، بس هو التايتل اللي عم دور عليه اخده. بس هو اذا بتحكي معه انت ما تلاقي مبسوط بحياته، يعني لان لا هو استفاد بالاخير ولا فاد. تماما. نجاح ما بالتايتل. تماما. احكي لنا امثله من تجاربك الكوثر مع عالم، يعني شلون ضرتهم هاي الثقافه، ثقافه المنافسه، وكيف انت قدرتي انك تساعديهم بهذا المجال؟ والله هلا ما رح احكي عن اشخاص بعينهم، بس رح اذكر الحاله مثل ما هي. انه اوقات فعلا يعني مني انا وجهه التايتل مو مهم،
اذا انت بهي الرحله لهذا المنصب بدك تخسر، بدك تخسر التيم تبعك، بدك تخسر علاقاتك مع الناس. يعني نحن اوكي صح بنروح نشتغل لنحقق هدف مهني وعنا بوزيشن بنحب نصير فيه وعنا راتب بنحب ناخذه، بس مو هي هي كلياتها. يعني مو بس هذا الشغل، مو هذا الكورس تبعه. يعني اذا مو قادرين نقدم فائده ونكون اشخاص فعالين بمكان العمل، قدرانين نكون محبوبين بمكان العمل او محبوبين بين الناس، فشو الفائده من كل هذا؟ يعني شو الفائده اذا انا صرت مانجر بس ما عندي ولا حدا انا مانجر عليه؟ شو بكون استفدت؟ ومريت فيها بحياتي وللاسف ما، يعني مريت فيها مع حدا وما طولت في هالسين لاني ما تحملت هي الثقافه انه خلص انا مانجر، انا مانجر لازم تسمعوا الكلام، مثلا انا لازم اقرر القرار الفلاني. لا، مو هيك المانجر. مو المانجر انه انت تقرر القرارات عن التيم، ومو المانجر انه انت اذا قلت قرار معين ممنوع النقاش فيه. مو هيك، لا، احنا عندنا كثير اصلا لغط بهالمفهوم. انت مو قادر تكون، يعني بدك تعتبر انه هذا التيم عيله وانت الاب او الام فيها، وتتصرف على هذا الاساس. انت بدك تسمع وبدك تناقش وبدك تفهم وبدك تشوف الانسب لراحه الكل، لانه انتم عندكم هدف مشترك. فشو الطريقه الاحسن ليتحقق هالهدف بجوده عاليه والكل يكون مرتاح، مو بس انه انا اللي بدي اياه رح يصير لانه انا مانجر؟ مو هيك الحياه. انا كمان بلاحظ قصه انه يعني من تجاربي بالشغل، لما شخص يفكر بهي عقليه المنافسه، هذا الشيء بيضيع وقت كتير يعني، والوقت هو اهم شيء بالنسبه لمدير الشغل واهم شيء بالنسبه للشغل. كيف يعني الواحد بيقول انه انا لحالي بدي اخلص هالميشن هاي ولا هالتاسك من دون مساعده حدا، مع انه يا اخي بيكون فلان جاهز انه يساعده وما عنده اي مشكله بهالشيء، بس لا انا بدي اخلصها القصه لحالي لانه بحس انه نقص منه شيء اذا حدا ساعده. فهذا شيء كتير بضر يعني، مجهود اول شيء وتضييع وقت. تعرف انه انا شخصيا واجهت هاي المشكله باول ما بلشت شغل، انه كنت احس انه يا الله ما بامن بدي اشتغل شغله بايدي والحتف. بس اللي استدركته بعدين انه تعبني كثير. فعلا كان في اشخاص جاهزين للمساعده، انا ما اعطيتهم المجال. وكان يمكن الشغل طلع بطريقه احلى لو كان في وجهات نظر مختلفه. فلا، ما نكون هيك انه خلص انا ما بدي اسمع حدا، بدي اشتغل لحالي. يمكن صح انت تكون تشتغل بطريقه كثير حلوه، بس لما يكون في كذا وجهه نظر، يكون في افكار اكثر، خلينا نكون اوبن اكثر ومرنين اكثر، تطلع شغل احلى بكثير، وانت بتكون مرتاح اكثر بكثير. هلا انت حكيتي على فكره شوي، هلا نفوت عليها بالتفاصيل اكثر. كمان هي فكره عامه تطبيقاتها كثير، هي قصه الدايفرسيتي. يعني اذا واحد بيفكر انه اذا انا عندي تيم، ولا كل واحد فينا، حكينا كثير على قصه البصمه، كل واحد عنده بصمه مختلفه، كل واحد مميز بشيء. هلا نحن ثلاثه ممكن نفوت بمشروع، انا ركز على شيء معين ويكون احسن شيء اني ركزت مثلا على جزء بالبروجكت، الكوثر مثلا تركز على الجزء الثاني، وعبود يركز على الجزء الثالث، وهيك احلى شيء حيكون التكامل هذا، لان كل واحد حيعطي شيء مميز بالبروجكت هذا. بس تمام، فهي فكره، هي اول شيء قصه الدايفرسيتي، هيك فكره الدايفرسيتي بالتيم وورك، مثل ما انت عم تحكي انه كل واحد ممكن يشوفها من وجهه نظر مختلفه. طبعا هذا حكي تطبيقاته مختلفة، يعني ممكن هلا يكون بروجكت معين يشتغل عليه اثنين بدل ثلاثة، يعني الواحد دائما بده يكون عنده الاون جادجمنت. بس خلينا، بما ان فكرة الدايفرسيتي فكنا عليها، قديش مهمة الدايفرسيتي هلا كمثال حكيتي كمان عليه، انه الجاب هيمن او التفكير تبع انه الفكر هذا اللي شو بيسموه انه ابيض واسود، نقول ورجال ومراه، خصوصي بالنسبه للمراه بالشغل عندنا. هلا نحن هذا الموضوع بالعالم كله هو من اهم المواضيع، تمام، وحتى هلا باوروبا وبامريكا، وانا عم بشتغل اصلا هو جزء من شغلي له علاقه بالدايفرسيتي، وله علاقه بانه قديش المراه اللي بيكون تاثير بالشغل، وقديش هذا بياثر باللونج تيرم على البروفيتابيليتي للشركات وقت بتركز على المواضيع هاي، على فكره الدايفرسيتي بشكل عام. تمام، ايه، فهلا حنبلش بوحده من قصه فكره الدايفرسيتي. قديش نحن، انت من تجارب تبعك، قديش نحن واعيين للفكره هاي لاهميتها، ورايك بشكل عام بالموضوع؟ هلا ممكن انت كمان لانك عم تشتغلي بسوريا ومع سوريين وشركات سوريه وبرات سوريا بنفس الوقت، فممكن تقولي لي هيك رأيك بي يعني اللي جوا واللي برا
ورأيك الموضوع بشكل عام يعني. هلا انت مثل ما قلت عمر، هي مشكله يعني وورلد وايد، بس فعلا انه ببلداننا العربيه اكثر من غيره، يعني برا مدركينها اكثر مننا بشوي لسه. اول شيء فكره انه الابيض والاسود فعلا انه خلص يا هيك يا هيك، او المدير ما بيسمع وجهه نظر ثانيه. ثاني فكره هي انه دور المراه بالمكان، يعني انا بلاحظها ولاحظتها كثير باماكن سابقه وبعدين، انه بتصير اماكن مثلا انا ما بدي اشتغل مع يعني اشخاص بكون ما بدي اشتغل مع مرأة، او انا ما بتحمل تكون مديرتي مرأة، او ما بتحمل كذا، او انه خلص انا بدي اشتغل مع شريحة معينة من الناس. انا ما بشوف هذا الشيء صح، لانه مو لانه مرأة ورجل او لانه انا مرأة بتحكي هيك، بس لانه بكثير اماكن المرأة بيكون عندها نظرة ثانية عن الرجل. هذا طبيعي، كل حدا فيهم بفكر بطريقة مختلفة. ثاني شيء شيل انه هن مرأة ورجل، هن شخصين مختلفين، كل حدا عنده رأي، كل حدا ممكن يشوف الأمور من منظور يقدم فكرة يمكن تكون مبتكرة، تكون غير، تفتح لك عيونك على جانب أنت مو شايف، ويشوف التفاصيل بطريقة ثانية. خلينا نتناسى هي الفروقات اللي هيك اللي ما بعرف شو بسميها اجتماعية، وبس نركز إنه هذا الشخص مثلي مثله، سواء كان شاب أو بنت أو أي حدا ثاني، عنده رأي، ويمكن هذا الرأي يفيدني، بس إذا أنا سمعته وتناقشنا نتوصل مع بعض لرأي أحسن منه، بس نكون أوبن أكثر، تنحل مشاكلنا فيه. انا بتذكر في احصاء، في احصاءات كتير ارقام واثباتات كتير، هلا ارقام براسي ما في، بس بتذكر كل تقريبا كل شيء انا قريته، كل الشركات لونج تيرم عم نحكي، يعني مو واحد يجي يشوف لي الكوارتر هلا ويقعد يقارن، لا لونج تيرم نحكي على مدار سنين، الشركات اللي فيها دايفرسيتي اكثر، سواء بالنسبه للمراه، سواء بالنسبه للعمر، سواء بالنسبه للبلدان الى اخره، بيحققوا ارباح، وبيكون عندهم مو بس ارباح ماديه، يعني حتى بجو العمل مثل ما بتحكي العالم مبسوطين، الامبلوي ساتسفاكشن وكل شيء كله بيكون اعلى على اللونج تيرم، وبيكون عندهم الثقافه هي. وفي شغله هلا حابب احكيها، عمر هلا تعرف حبود انه الناتج المحلي الاجمالي قدر صندوق النقد الدولي انه بده يزيد 35% بس لو تنحل الفجوه بين الجنسين بمكان العمل، بس اذا بتنحل هي الفجوه بيعرفوا يشتغلوا سوا، وبطلع عنا هي انه التمييز بهذا الخصوص بيزيد الناتج المحلي الاجمالي على مستوى العالم 35%، هي بدون ولا قصه تحسينات ثانيه. على مستوى العالم. انا ما بدي هلا تحسوا انه انا عم بلعب دور الطالب المشاغب، بس في فكره بنوز شوي عم اشوف الموضوع من زاويه تانية، انه بدنا نميز بين فكره الدايفرسيتي، انا هاي سمعانه كمان، بين فكره الدايفرسيتي وانه والله المساواه، خلينا نقول انه في كتير شركات تمام تتبع منهج انه والله لحتى شوفوني انه انا عم ساوي بين الرجال والمراه، فلازم يكون 50% من الموظفين هن الرجال، 50% من الموظفين هن من المراه، يعني رغم انه ممكن يكون رجال مثلا بمكان هو بيقدم او عنده خبره او مناسب للشغل اكثر من المراه، والعكس صحيح، ممكن تكون مراه بمكان بتقدم منيح للشغل اكثر من الرجل. بنركز على هالفكره، هي الفكره مو بالعدد، يعني انه والله 50% 50%، الفكره انه يكون الشخص المناسب للمكان المناسب بغض النظر عن الجنس، بغض النظر عن العمر، بغض النظر عن اي شيء. يعني انا سوري بتصور ما سوري فينا على كمل شيء عمر. ولا الكوثر. بلا بس بدي احكي كمل ايه تفضلي تفضلي. انا هو بدي احكي ببساطه احكي. انه ما له مشاغب، بالعكس، يعني هي بس هو نفس الشيء اللي عم نحكي عليه، هو نحن عم نطلع من زاويه لنقول، هو شافه من زاويه ثانيه، بس عم نحكي عن نفس الفكره، انه ما يكون في تمييز، هي الفكره هون انك تكون منفتح، انك تعطي الفرصه للكل ببساطه. انا بدي اقول لك انه لو جاوبتك عبود هلا يمكن نطلع ثلاثتنا مو فيمنست ابدا. انه فعلا المساواه مو انا انه عندي 50% رجال و50% نساء وخلص هي هيك تكون ساويت، او انه يلا انت فيك تصير مديره انت فيك تصير مدير، اوكي كلهم فيهم، بس اصلا اذا شلنا فكره من بالنا انه انا بساوي بين رجل ومراه، انا بساوي بين رجل ومراه، هي بحد ذاته انا بعتبرها تمييز. ما انت ليش عم تفكر فيهم كرجل ومراه ومو كاشخاص بيشغلوا هذا الرول وبس؟ حلوة تماما حلوة، تماما الفكرة عميقة جدا، وفعلا مثل كثير ما قلت حبيتها. الشخص المناسب بالمكان المناسب وخلص، يعني ليش عم نضل نفكر فيها نفكر، ما خلص هن اشخاص بيشتغلوا بهالمكان، كل حدا عنده حقوقه المهنيه مثل اي حدا تاني وبس. عبود أنا بتذكر في مرة حكيت شغلة كنا مع رفقاتنا، أخذناها الضحك نحن، بس هي كان لها أنا There بدي is no إياها line. تحكي تمام، إذا قل لي شيء there is no line، لأنه كثير بنضحك عليها والله وبين والله رفقاتنا بنقول there بصراحة is no line.
انا فكرت احكيها بهالموضوع بس حسيت حالي حبعد كثير على الموضوع احكي الرئيسي. احكي بالعكس بالعكس. ايه ما عبد عبد تذكر شغله، ايه احنا حكينا بالبودكاست الماضي كمان العلم ما هو محصور، احنا ما حنحصر شيء، يعني انه ما في شيء انه برات الموضوع خارج الموضوع، لان العلوم مترابطه ببعضها. فاحكي عادي. تمام. ايه كنا انا وعمر واصدقائنا عم نحكي على فكره انه علميا اذا بدنا ناخذ العلم بعين الاعتبار انه شو هو الخط الفاصل بين الرجل والمراه. يعني هو سابقا بالعلوم القديمه لا ما كثير انا متعمق فيها بس كانوا ياخذوها على اساس الكروموزومات، يعني انه والله الرجل له كروموزومات محدده والمراه له كروموزومات محدده، فهذا الشيء كان يميز الجنسين عن بعضها. بعدين لما تطورت العلوم انه في كثير امور دخلت بتحدد الجنس يعني، فما في تمييز فعليا، يعني ما في خط فاصل اللي تبين اخر شيء انه ما في خط فاصل بين الرجال والمراه. يعني لك يعني الجمله العميقه اللي سمعتها انا كل رجال فيه مراه وكل مراه فيها رجال علميا، تماما يعني حقيقيا علميا يعني هي موضوع نسبه انه قديش نسبه الرجوله وقديش نسبه الانوثه عند كل شخص. يعني انا حاحكي مثال بسيط، مثال بسيط، ممكن رجال اكس يكون مثلا نسبة الذكورة تبعه 55% ليك هو ذكر، و45% في يعني الماسكولينيتي، 55% شو يسموها الفيمينين سايد، الفيمينينتي في 45%، يعني عنده 45% رجل، 55% رجل، 45% أنثى. ممكن يكون في رجال تاني مثلا 75% رجل، 25% أنثى، بس ما في حدا 0% أنثى، وبالعكس العكس ممكن تكون المرأة مثلا تمام 55% أنثى، 45% رجل، ممكن يكون 80% أنثى، 20% رجل، بس ما في أنثى صفر، هي صفر رجولة. يعني هذا الشيء اللي واحد ممكن يحكي بشيء بسيط هيك. لهيك كثير أحيانا تلاقي مثلا رجال بيعملوا شغلات ممكن يقولون هي البنات بيعملوها، او مثلا العكس بالعكس، يعني لانه ما مثل ما حكيت ما في خط فاصل. هي استلموني عليها الشباب من وقت ما قلت لهم there is no line، صاروا بكل فكرة بنتناقش فيه يقولوا لي there is no line there is no line where is the line where is the line. تمام يعني اكيد احنا متفقين على الجوهر بس انا حبيت هيك اعرض الموضوع من زاويه تانية. انا وعمر دائما هيك بحديثنا بنقول انه بنركز على البيئه الداخليه، يعني على الافكار والمشاعر، لانه احنا موقنين انه اي تغيير ببلش من جوا. الانسان لما يغير افكاره ومشاعره تحسن حياته، البيئه الخارجيه هي مجرد استجابه يعني. فهون بدي احكي عن موضوع جد له علاقه بشعور الخوف لما الموظف جديد باول يوم عمل، اول يوم عمل هو دائما له رهبه كبيره بصراحة، وما في حدا ما عاش التجربة وما في حدا ما عاش هاي الرهبة يعني. فشو نصائح، شو نصيحتك انت للي هلأ في عالم عم بيسمعوكي بكرة هو أول يوم شغل لهم، شو بتقولي لهم؟ بقول له مو مطلوب منك تعرف كل شيء، بس هيك عادي انت موظف جديد رايح على بيئة جديدة، تعرف واسأل وشوف الناس وشوف كيف شغل عن شيء. انت ما مطلوب منك تعمل achievement فظيع من أول نهار، ومو مطلوب منك تكون تعرف ولا شيء، ما انت رايح تتعلم. ف take it easy. حلو حلو. عند في عالم بيكون حاطين باله انه هن رايحين لازم، وهذا الشيء طبعا بتحمل مسؤوليته احيانا بعض المدراء، يعني بعض الشركات انه هن بيوظفوا حدا بحيث انه يكون بيعرف كل شيء. يعني طبيعي الواحد يتعلم يعني اول اول هي يوم. الحقيقه يعني صح، مثلا اذا انا خصوصي اذا الرول كثير كريتيكال انه انا بدي اوظف حدا عنده خبره يعني اوكي، بس مو مطلوب هو طب عنده خبره برا وعنده خبره بالمجال العموم، بس طب هو بهي البيئه اول مره اشتغل، ما بيعرف الناس، ما بيعرف التيم، ما بيعرف الشغل كيف بيمشي هون. طب يعني لهيك في بروبيشن بيريد، هي ما انا انه يلا البروبيشن بيريد تبعك 3 اشهر مثلا، لانه هي بس انه 3 شهور بعدها بنشوف شو بده يصير، او 3 شهور رتبت فيهم هيك بعدين يصير هيك. مو هي البروبيشن بيريد، البروبيشن بيريد هي لحتى انت تجهز تكون فعلا انتميت لهالمكان وعرفته صح وقادر بقى نسميك موظف في لهذا المكان، لانك عرفت كل تفصيله فيه، عرفت كيف الشغل بيمشي، عرفت مكانك وين بهذا الشغل، قادر تقدم ولا لا. هي تجربه لك قبل للمكان. ف عادي ناخذ وقتنا ونتعرف، مو عم نقول انه ما نحاول ونشتغل ونقدم، لا، بس مو كمان نزيد على حالنا انه انا اذا ما عملت كذا من اول نهار رح اكون موظف منيح، مو صح. يعني هذا عبء نفسي كثير كبير وما رح نحقق شيء الحقيقه. فلا شو الفكره نتعب حالنا نحط ضغوطات فيها، ما انا بمحل
ولازم حتى بالشغل يستوعبوا هي النقطة، إنه هذا الشخص جاي جديد، أنا مسؤول عن إني أعرفه عن المكان وعن الأشخاص، وأنا مسؤول إني أساعده، مو هو مسؤول إنه يكتشف لحاله، هي مو مسؤولية الموظف لحاله. شغلة كتير حلوة حكيتها كمان الكوثر، حكيناها على فكرة الإنجازات، ونحن بشكل عام يعني ما بدي أقول لك بس ثقافتنا، هو بشكل عام البشر نحن كتير أوفر استيميت الإنجازات. أنت مجرد أنك أنت بكفي. وهو شوف التطبيق يعني هون حتى بالشغل فيك تحكي تمام، يعني ممكن أنت بما صح، تعمل عن تحكي جد ما هلا، أنت حدا له مجرد تكون كرامة موجود. بالشغل. هي هون الفكرة، يعني انه مجرد انت تكون موجود هو بكفي. احيانا ممكن انت، احيانا انا هي كمان من تجربتي بالشغل، بتخيل انه قديش اصلا كمان الاكتيف ليسنينج هو فيك تشوفه. ممكن كمان دائما انت تقولي لي شو رايك، واذا بتعطيني اي امثله او اي شيء تحبي تضيفيه يعني. بس هيك هلا تذكرت مثلا قصه الاكتيف ليسنينج، انا احيانا بحس حالي اكثر شيء فدت حدا بغض النظر اي بوزيشن، حتى ممكن تكون بوزيشن اعلى مني بموضوع معين انا بعرف شيء عنه، اني اقعد واسمع. تتخيلني ممكن تقريبا ما احكي شيء، يعني ممكن يكون 95% من الوقت انا عم بسمع، حكيت بس كم شغله هيك افكار عامه، قلت لها مثلا انا شايف الافكار تبعك وشايف انت وين مركز وموافقك على هي، وين كان في بس كم شغله مركز عليهم وبس. يعني فعليا انا ما كثير اعطيت انبوت، انا سمعت اكثر، فهو يكون عنده اشورنس اكثر انه عم يشتغل صح او ماشي بالطريق، وانا مخلص تمام. فعليا يعني مو دائما انت لازم يكون عندك، احيانا ممكن انت بس وجودك رايك، حتى لو احيانا ما يكون عندك الخبره الفظيعه، ممكن يكون لها ادد فاليو كثير يعني. فمو دائما الانجازات معنى انه لازم تاخذ شغله من اول للاخير وتعمل مجهود فظيع وتقعد تشتغل اسابيع او شهور حتى تقول انه هي انجاز. تمام، هي فكره على السر مثل اللي نحن الأكتيف، بلشنا فيها، انه انا شو عم فيد غيري، دائما افكر انه شو عم فيد غيري. أنا برأيي نحن كبشر لما نواجه مشكلة أو نكون عم نمر في ظرف صعب، نحن كل شيء بحاجته إنه حدا يطبطب علينا، يعني بس يسمعنا ونعبر عن اللي جواتنا. نحن ما بنكون عم نبحث عن حلول، أو أنا كبنت على الأقل ما بكون عم أبحث عن حلول، بس بكون عم أبحث عن إنه حدا يسمع. وبعدين يعني بس هو مجرد ما نحن عبرنا عن فكرة يعني get it out of our systems، بلش نفكر بالحلول. وفعلا بكثير اماكن حتى انا واجهتها شخصيا، انه لو ما كان في حدا يسمعني، خصوصي ببدايه مسيرتي المهنيه، يعني اكيد كلياتنا بنواجه مشاكل بالاول، ما عم نتاقلم، خصوصي اذا اول شغل بحياتك، اذا ما في حدا يسمعك ويسمع انت شو عم تحس، يقدر يوجهك اصلا بعدين بخطوات يوميه، ما في. فاهم شيء انك تسمع فعلا. انا عمر على فكره نشوف شو المواضيع مرتبطه ببعض. انا لما عمر حكى تجربته انه هو كان بيسمع اكثر ما يعطي انبوتس، يعني فانا اشوف بالفعل واحد لازم يبلش بحاله، لانه الانسان اذا عنده شعور بالنقص مثلا، وهذا الشيء بتلاقيه كثير بالشغل، بيصير بده يحكي اي شيء حتى لو ما عم بيفيد. فدائما انت فكر بس هابش دافون، يعني انا شو عم بقدم، شو عم بعطي. يعني يا اخي انت ممكن تقعد اسبوع ما تحكي شيء، ما تحكي شيء بالمقابلات، بالشغل، يعني بالجلسات، بس ممكن انت شغله واحده تحكيها تلمع فكره براس المدير، يعني تغير سياسه الشركه كلها يعني. وكمان انه في شغله حتى، يعني اذا بتلاحظوا انتم العالم اللي ما بيحكوا كتير، لما بلشوا يحكوا يعني عن جد بصير في اهتمام اكثر للشيء اللي عم بيقولوه. ايه، بينما انه الاشخاص اللي بيحكوا كتير كتير ما بعود الواحد بياخذ كل حكيهم بعين الاعتبار، فبيصير انه شيء ممكن مهم يحكي ما يستفيد منه حدا. less is more. واو، مختصر مفيد. عم اقول خصوصا اذا هالشخص بيحكي يعني بس لمجرد يحكي، انه انا بعرف هون، اوكي انا بحترم معرفتك، فمو بس الفكره مبين بنعرف كل شيء فعلا. لا تماما. انا هون خطر ببالي فكره انه قديش مهم الموازنه بمقابلات العمل، انه الواحد كيف يوازن ما يحكي بطريقه بمقابله العمل بحيث انه يكون في توقعات كتير من المدير، وبنفس الوقت ما يجي من تحت، يعني ما يحكي بطريقه انه يشوفوا العالم انه هو خبرته قليله. فشو هي كيف واحد بده يوازن بحيث انه يوصل صورته الحقيقيه، بحيث انه ما يكون في سقف توقعات عالي، وبنفس الوقت يورجي مهاراته ويورجي قدراته الحقيقيه. انا ما بعرف ليش كلياتنا يمكن المرحله ما بننظر لمقابله العمل انه هي تست
هي أوكي، هي جلسة فينا نشوفها جلسة بسيطة عم يتعرف فيها الشخص اللي عم يعمل لك انترفيو أو هي الشركة، عم تعرف عليك أنت إذا أنت مناسب لهذا الرول أو لا. طب كيف ممكن تكون مناسب لهذا الرول إذا أنت رح تبالغ أو ما تحكي كل شيء كما هو؟ لازم نكون فعلا واضحين وبكل نقطة فعلا عن فكرة، مثل ما قلت في إنه أنا ما أظلم حالي، ما أحط على حالي أعباء زيادة، يعني مطلوب مثلا 5 سنين خبرة، أنا ما في داعي أقول إنه عندي إياهم. طب أنا عندي 4 سنين خبرة، مطلوب مهارات تواصل عندي إياهم، مطلوب تنظيم وقت عندي إياهم، مطلوب عمل تحت الضغط، أوكي أنا بشتغل بس مو يعني إنه أنا قادرة أشتغل 10 ساعات في النهار. ما في داعي أقول إنه أنا بشتغل بكل الظروف، بشتغل من الصبح لمساء، أنا اللي عم أعطي هي التوقعات لما أنا بحكي إنه أنا مشان الشغل اللي بحبه بخرب الدنيا. أوكي فينا وقت الحاجة فعلا نعمل هيك، بس ما في داعي نعرف حالنا اننا هيك، لانه هذا هو اللي بيعطي الاكسبكتيشن عالي، انه انا بشتغل معكم من الصبح للمساء وما عندي مشكله ضل اوفر تايم، وما عندي مشكله ما اخذ حق هذا الاوفر تايم، وما عندي مشكله اشتغل من الصبح للمساء بس كرمال الشغل ينجح. حلو يكون عندك هي النيه انه بدك تنجح الشغل بس ما تعبر عن حالك بهذه الطريقه، يعني خلص انا هي شهادتي، هي خبرتي المتواضعه، بس حاسه انه انا في اقدم لهذا المكان لانه عندي سكيلز 1 2 3، لاني متعلم 1 2 3 وبعرف اني بتعلم وبفضل طور حالي، وانا بس حبت شغلي بقدم من قلبي. يعني فينا نقدم حالنا بكل بساطه ورياحه مثل ما بنعرف عن حالنا لاي حدا ثاني، ما نحس حالنا انه نحن بتست يعني، ولازم نقدم اقصى طاقاتنا لننجح فيه. ما اذا ما نجحنا بهي التعريفات البسيطه بيكون اصلا يمكن المكان ما مناسب لنا. تمام. هلا انا كمان حابب اربط هون شغلتين بالمثال اللي عم تحكيه وموضوعين. هلا فكره انه قديش الواحد يكون اوثنتيك بنفس الوقت يحكي شو هو عنده، وانت اصلا ما لازم تكوني بيرفكت حتى تشتغلي، وفكره اللي حكينا قبل منها على قصه الدايفرسيتي اللي هي كيف. ما اتذكر الارقام بالضبط الصراحه، بس بتذكر انه قريب 100% من الرجال اللي بيقدموا على الشغل وقت بيشوفوا الجوب ديسكريبشن وبيكونوا مالهم معبيين كل شيء. يعني لو نقول بتذكر يمكن كان 60%، يعني تخيل لي مثلا بيقولوا اذا عندك انت خبره مثلا 10 سنين لازم يكون، فانا اذا عندي خبره 6 سنين بقدم على الشغل تمام كرجال. البنات تقريبا 100% منهم، يعني الغالبيه العظمى ما بيقدموا على الشغل الا يكونوا محققين شروط تمام. يعني اذا البنت ممكن احيانا 9 سنين يكون عندها خبره لنقول، وهن طالبين 10 سنين ما بتقدم. ما بتقدم. فهي شغله مهمه، اول شيء ان الواحد يكون واعي لها، وثاني شيء يفرق بين انت اللي مثل عم تحكي انه انت شو عندها، خليك اوثنتيك احكي شو بقدر، وبنفس الوقت الواحد يفرق بين انه بين القدره والخبره. هي شغله كثير كثير مهمه، انا ما كنت ببالي حتى بعدين انتبهت عليها. مهمة انه يعني اللي حاطط الجوب ديسكريبشن حاطط جوب ديسكريبشن لموظف مثالي، يعني احسن حدا في العالم بيشغل هاي الوظيفة لازم يكون عنده خبرة 10 سنين لازم. طب اوكي يمكن انا عندي 6 سنين مثل ما عم تقول، بس يمكن انا مفترض انه الشغل تك وانا مبرمج ما في مثلي بالعالم. طب هي الميزة من وين بدكم تجيبوها بخبرة 10 سنين اذا انا عندي اياها بمكان ثاني؟ فهي بس موازنة، يعني انا صح بينقصني مكان بس عندي شغلات ثانيه يمكن افيد لمكان العمل. يمكن انا طبيعتي مثلا انه انا مرنه بتعلم بسرعه، صح ما عندي 10 سنين بس فيني اتعلم بسرعه، تماما فيكم تشتغلوا علي، فيكم تعلموني مش بسرعه. فهي بس موازنه، نحن فعلا يعني لما نجي اصلا نقدم على الشغل نحن نحط الجوب ديسكريبشن قدامنا ونشوف قد ايه من هدول عنا، واذا فعلا حسينا انه يعني ولا شيء ضابط اصلا ما نقدم، لا نكذب بس فعلا كمان نكون يعني حقيقيين بحق حالنا، وما نتوقع انه نحن لازم نكون بيرفكت. اذا نحن حقيقيين معظم المتطلبات فجو فور ات يعني. حلو. ايه تمام. ويش ليست بتكون؟ جوب ديسكريبشن. عن جد ولا مره اشتغلت يعني قدمت على شغل او حتى من الاشياء اللي انا بشتغل فيها هلا اليوم كنت مطابقة للجوب ديسكريبشن 100%. يعني لما رحت اشتغلت اتش ار انا كنت ما بعرف شو يعني اتش ار، عن جد ما بعرف شو يعني، بس هو في حدا شاف فيك مهارات معينة وقرر يشتغل عليها بصفة اتش ار.
لما رحت على التطبيق اللغوي انا ما عندي لا شهاده لغه ولا عندي لا عندي، بس عندي ما اذا بنسميها ملكه انه انا بحب اللغات وبتعلمها بسرعه، اشتغلت عليها. فهي بس حدا شاف فيك مهاره معينه، هي يمكن ما تكون عند حدا ثاني يمتلك خبره سنوات، بس هي هي، ما نظلم حالنا. تماما. يمكن هو شطارة المدير الشاطر هو اللي بيقدر يعرف، خلينا نقول البذر اللي بيقدر ينميها بالموظف، أكتر من إنه هو يشوف شو الشغلات اللي عنده إياها. هو يعرف إنه وين نقاط قوته، شو الشغلات اللي بيحبها، وكيف بيقدر يطور حاله، أو شو الشغلات اللي بيقدر يطور حاله فيها بسرعة يعني. وهي كمان نقطة مهمة جدا حكيتي عليها، قصة الجروث. أحيانا وقت بيحطوا هي الويشنج ليست مثلا، وقت إذا إجا حدا عنده كل هالقصص هي، حتى لو جابوه ممكن ما يطول. يعني إذا هو أوريدي محقق كل شيء هنا بالدنيا، ممكن هنا ما عاد في شيء أصلا تشالنج بالنسبة له، يقدموا له حتى عياط. تمام خلص هو محقق كل شيء، فممكن ما يطول. فأنت بدك دائما عندك واو، هاي هالتوازن فكرة عن هون. جد خطيرة. إيه ايه هني يفكروا هو شو بدك، انه يعني بده يتطور. يعني yeah. اي شخص عنده قدرات هو حابب يتطور، بس انت ما عم تقدم له شيء يتطور فيه، فطبيعي هو ما راح يكون مبسوط 100%. اصلا ليش حدا فينا عن جد، ما راح اقول اذا صاير معه مشاكل، بس ليش بمرحله ما بيكون شغله منيح هيك بس بيقول انا بدي اروح ادور على مكان جديد، لانه ما ضل شيء يتعلمه بهذا المكان، هو اصلا رايح يشوف شو في يتعلم لسه وكيف في يكبر لسه. فاذا انتم بتكون حدا البيرفكت هو ما راح يقبل يكون معكم. تمام. وفي فكره اضافيه لسه، يعني انا هي فكره هي للاشخاص اللي هن بيوصفوا وتعلمتها من مدام يارا، ولهلا بحاول بكل حياتي اطبقها. هاير فور بوتنشال، وظف، لانه في بذره مثل ما عم تقول، مو لانه انا بيرفكت رح توظفني، بس لانه فيك تشتغل علي. تمام. يعني لهيك ممكن بمقابلات العمل، عفوا عم بقطع، يمكن مقابلات العمل بيسالوا، ممكن المدير او الاتش ار يسال اسئله ما لها علاقه فعليا بالشغل، بس هو من خلال الاسئله عم بشوف نقاط القوه بشخصيته، عم بشوف هو شو الشغلات اللي بيقدر يقدمها يعني. صح. اصلا نحن لما نروح نقدم على اي شغل، يعني تلقائيا احيانا بنعتبر انه اذا انا ما كان عندي التكنيكال سكيلز تبع هاي الشغل، يعني الشغلات اللي مطلوبه من صلب العمل، انه انا ما رح انجح. طيب في سوفت سكيلز كمان وبلاها ما بتنجح، وهي اهم من طبعا التكنيكال سكيلز بمرحله ما، خصوصا انت ببدايه العمل. شو بيهمني اذا انت كثير مبرمج شاطر او مهندس شاطر او بس انا ما بعرف احكي معك كلمتين، ما بتعرف توصل لي فكرتك، كيف عملت هذا الكود؟ طب اشرح لي، ناقشني، بدنا نطور كذا. ما بتستجيب معي ابدا، ما في مرونه، ما بتسمع الناس، ما بتشتغل مع حدا، ما بفيد. فلا، في سكيل لازم تكون عندك. هي مو بس لها علاقه بخبره السنوات وخبرتك التقنيه، لها علاقه بشخصيتك، اكيد فيك تطورها، بس انه هي لها علاقه بشخصيتك بمرحله ما هي اهم. أنا اشتغلت بشركات من أكبر الشركات بالعالم لأنه تمام إيه، وموجود بتلاقي لسه فيه هي تبع إنه وقت بيجي موظف التركيز بيكون، أنا برأيي في أوفر استيميشن للإكسبيرينس، باختصار في أوفر استيميشن للإكسبيرينس. ومثل ما أنت عم تحكي قصة البوتنشال، الواحد بده يفرق بين الإكسبيرينس والأبيليتي. أنا إذا شغلة لسه ما اشتغلتها، أنا كيف بدي أعرف إذا بقدر أشتغل منيح ولا لا؟ وخصوصي حكينا كمان من قبل على فكرة إنه قديش الحياة عم تتغير. طيب أنت كتير في شغلات بالمستقبل ما كان موجودة بالماضي، لأنه في شغلات كثيرة هلا عم تنخلق. بالمناسبة بتذكر كمان، ما أتذكر أرقام بالضبط، بس كان من زمان ممكن يوصل حتى كمتوسط إنه الواحد يشتغل 20 سنة بشركة. هلا حاليا ما بعرف الأرقام، بس نازلة النسبة المتوسط أكيد كتير. ومن الناس اللي بعرفهم في كثير ناس بتغير كل سنه وسنتين، وحتى بيقول لك احيانا بحرات معينه اذا ضليت اكثر من سنتين معناتها انت يعني ما عم تعرف شو بدك تعمل بعد منها، انه في محلات معينه او لنقول شغل معين الواحد لازم يتنقل فيه بسرعه كثير. وهذا الشيء حيصير اكثر شيء طبيعي بالمستقبل، حتى العقود ممكن تختلف مع المستقبل، في كثير دراسات على الموضوع. بس انت يعني حابب تطلع على المستقبل، انت كل هالتغييرات هي اللي عم تتغير، انت مستحيل تكون عندك انت الشركه حدا بدك تشغل حدا بشيء هو اصلا لسه ما كان موجود بدك تقول له عندك اكسبيرينس. طلع لا، فتغيير العقليه
نحن كمان لإلي أنا أول شيء يعني، أو الناس اللي عم تسمع البودكاست بغض النظر أنت أي مجال عم تشتغل فيه، إنه يكون ببالك، وهذا الشيء قد الشركات مهم لإلها، لأنه حتى الشركات والمدراء بالشركات إذا ما بيقدروا يتأقلموا مع التغيير هذا عم يصير بالعالم، فإن الشركات ما حتكمل. شركات أكثر الشركات اللي على اللونج تيرم مرة ثانية بيكون عندها اكزيستنس وبروفيتابيليتي، هن بيكون عندها أكثر شيء أدابشن، يعني بيقدروا يتأقلموا مع كل التغييرات اللي عم تصير. طيب أنا بدي أسأل سؤال وحابب إنه عمر والكوثر يجاوبوني عليه. أنتوا ركزتوا على فكرة إنه الواحد مهم يتعلم، مهم يضله عم يتعلم شيء جديد بالشغل، تمام؟ طيب بلش بالكوثر. إذا حدا قال إنه أنا مبسوط بشغلي بس ما عم بتعلم شيء جديد، بس أنا مبسوط، طيب ليش لحتى نضغط عليه نفسيا نقول له لا لازم تتعلم، لازم تدور على شيء تتعلم فيه شيء جديد؟ قال لك انا مبسوط وما بتعلم شيء جديد بس مرتاح بالشغل، مرتاح مع الموظفين وخلاص، شو بتقولوا له؟ انا بقول لك انه في كثير شغلات الواحد يتعلمها حتى وهو مبسوط. في فكره كمان بالتعلم، مو يعني اذا انا مبسوط بشغلي ومرتاح وما بدي انضغط نفسيا وما بدي اروح على مكان ثاني انه ما ضل شيء اعمله بالحياه. اوكي فينا نضل في هذا المكان، بس في شغلتين كثير مهمين وكثير زاد الحديث عنهم بالفتره الماضيه، ان اب سكيلينج وري سكيلينج. اب سكيلينج يعني انا عندي سيت اوف سكيلز بناس طول هذا الشهر عم اشتغل عملي على احسن وجه، بس مو يعني انه ما عاد فيني اشتغل بطريقه احسن، فيني اعمل اب سكيلينج. نفترض انه انا اتفاوض بطريقه منيحه، فيني روح احسن مهارات التفاوض تبعي، فيني اشوف شو نزل كورسات جديده بهذا المجال، شو في طرق جديدة طلعوها بالفترة الماضية، طور هي المهارة عندي اللي هي اوريدي موجودة. وفي شيء اسمه ريسكيلينج. ريسكيلينج مثل ما قال عمر، في شغلات طلعت هي ما كانت موجودة قبل، فإنه كيف مطلوب منا يكون عندنا الخبرة فيها؟ مثلا لما طلع شات جي بي تي أكيد ولا حدا فينا كان بيعرف يشتغل عليه، هلأ بكثير أماكن أو من حتى من أول سنة من ما طلع طلب إنه لازم يكون عندك خبرة بشات جي بي تي وبتعرف تعمل وبتعرف غيره، طبعا برامج الذكاء الاصطناعي. هي ريسكيلينج، انا مني لحالي بدي فوت اجرب واتعلم، مو لانه يمكن هلا مطلوب مني بشغلي، بس لانه رح يحسن لي شغلي بعدين، لانه بمرحله ما رح يصير مطلوب مني. فأنا يعني انت حر اذا انت حاسس انه انا ما ضل شيء اتعلمه، انا مبسوط وما بدي اعمل شيء بالحياه، بس بمرحله ما انت ما عاد تقدر تواكب التغيير اللي رح يصير بهذا المكان، وما عاد تلحق تواكبه وما عاد تكون مناسب له. فانا نصيحتي لا، معلش اتحرك شوي. حلو حلو. يعني هو مو شرط انه والله واحد يتعلم بالشغل نفسه، اذا هو ملاقي واحد انه ما بيتعلم شيء جديد بالشغل فممكن انه يتعلم بمكان تاني، يعمل كورسات مثلا، يقرا بهالمجال اكثر. وبنرجع لفكره عمورة، الموضوع اللي حكينا عنه انا وياك، مشان ما يصير فيه تعلق. لانه اذا واحد تمام. ايه بصير بيتعلق بالشغل، والتعلق هذا التعلق هو غير صحي، يعني لانه ما بيلاقي حاله غير بهذا المجال، لانه هو مجال، لانه هو بشركه تانية اذا شوي عم تستخدم مثلا تقنيات حديثه اكثر هيلاقي حاله انه ما بيقدر يشتغل بهذا المكان. تمام عمور، انت شو رايك بالموضوع؟ انا حقول شغلتين. اول شيء، انت بدون تطور بتموت. احنا حكينا شيء من قبل، الانسان اذا ما بيتطور بيموت شيء من جواته. تمام. لكن انا بنفس الوقت عارفان حالي انا ما فيني اقنع حدا ما بده يقتنع بشيء. اذا واحد اوريدي عم يقول لي انا ما بدي خلاص بضل محلي، فوقت بقول له طيب مثل ما بتحب. الشغله الثانيه بقول له عليها، ارجع اسمع شو حكيتك وسهر. حلو. على ذكر فكرة التعلق، إنه أنا مريت فيها بمرحلة لما كنت بدي أترك المنظمة، يعني إنه هي كانت أول مكان أنا اشتغلت فيه، وفعلا بحب مديرتي وبحب زملائي وبحب المكان ومرتاحة بالشغل ومتعلمة كثير، بس بمرحلة ما يعني بفترة لما كنت بدي أترك كان صار لي سنتين ونص، ما صاير مشاكل ما صاير شيء، بس أنا فعلا كنت عم أبحث عن شيء جديد، عن شيء غير هذا، مو لاني ما كنت مرتاحه وما كان في ولا سبب لاترك ولا كان في اي تغيير بحياتي، بالعكس هي من احد افضل ما في اشتغلت فيها، بس انه في مرحله ما فعلا لازم توقف قدام حالك تقول طب هون في اكسبيرينس جديده انا ما راح اعيشها بهذا المكان، يعني خلص لازم تطلع مني. يعني صح الموضوع عاطفي وصعب وكل شيء، بس اذا نحن فعلا ما بدنا نضل واقفين مكاننا لازم نتخذ خطوات. الموضوع بده شجاعه، بده نضل فعلا دائما بكل مرحله حقيقيين مع حالنا، انا بهي الفترة أنا شو تعلمت؟ شو تغير فيني؟ أنا كوثر اليوم مثل من 6 شهور، إذا إيه صار في مشكلة، عن جد في مشكلة. واو واو،
أنا بتذكر في حدا كان بيقول لك إنه أحيانا ممكن واحد يقول لك أنا عندي بمحل معين، بمجال معين عندي خبرة 20 سنة. طبعا ما عم نعمم نحن، بس بيقول لك ممكن أنت فعليا عندك خبرة سنة عدت 20 مرة. يعني أنت صح. 20 سنة عم تشتغل نفس الشغل كل سنة بس ما تغير فيك شيء، فما بتقول لي عندك خبرة 20 سنة. أكيد التكرار مهم والإكسبيرينس مهمة، ونحن بنحترم الناس اللي عندهم خبرة، أو مو بس خبرة، خبراء لنقول الإكسبرت بمجال معين. لكن إذا أنت بيكون واحد إكسبرت وقت بيبلش الموضوع بيكرره وبيفوت بالعمق تبعه أكثر. إذا واحد بيقول لك أنا أصلاً ما بدي أتطور، عم برجع عيد الروتين نفسه، فأنت ما بتقلي، يعني ما فيك تقلي بالأخير إنه عندي الخبرة فظيعة. ممكن حدا تاني بعدد سنين أقل بكتير فات بالعمق أكثر. قصة مو بس بالعدد، هي كمان قصة الاكسبيرينس. وقت حدا بيجي يقول لك بالسي في او بالجوب ديسكريبشن بيقول لك خبرات معينة لازم تعملي معه مقابلة حتى تفهمي تماما قديش هو فايت بالموضوع. يعني تمام، انه هي 10 سنين خبرة مو انه ما عشر في سنين صح، ما فيك تضل تعيد العمل نفسه بالطريقة نفسها وتتوقع نتائج مختلفة، ولا برأيك كمان فيك تعيده بالبيئة نفسها وتتوقع انه انت عم تعمل شيء جديد؟ مثل ما قلت هو صار روتين. يعني شو الفكرة انه انا بعرف مثلا اتش ار اشتغلت في منظمة، طيب بس ما اشتغلت في شركة، ما اشتغلت في معمل، ما اشتغلت، ما جربت هي البيئات المختلفة، فانا ما فيني اقول اني اتش ار بيعرف كل هذول وعندي خبرة مبيئة بشكل. انا عندي خبره منظمات بالاتش ار مثلا مدتها كذا، بس ما بمتلك شغلات ثانيه ولازم اتعلم. ففعلا مثل ما قلت انا عندي خبره سنه عم عيد 20 مره. عمورة، ليك شلون المواضيع مرتبطة ببعض؟ عن جد امبارح انا عمورة عم نحكي على الفكرة اللي غيرت حياتي فعليا. انا انه التغيير ببدايته ما له مريح، فلذلك اي شخص ليش في عالم كتير بتقول انه ما بدي اتعلم شيء جديد؟ السبب انه التغيير ببدايته ما له مريح. يعني هو اللي عم بيصير، انت لما جسمه الواحد متعود والله على خلينا نقول على وضع محدد، على كيمياء محددة، لما بده يجي يدخل على واحد على دماغه فكرة جديدة او يتعلم شيء جديد او كذا، هون الجسم حيحس انه في شيء جديد حيدخل، حيحس انه في خطر. بس الواحد يكون واعي انه هذا، انه ما في، يعني هذا شيء ما حيهدد حياتي بالخطر، ويعرف انه هذا الشعور مؤقت، هذا الخوف مؤقت، هذا الشعور بعدم الارتياح مؤقت، بس بعدين بصير عقله وجسمه الواحد يمشوا مع بعض، فبصير مرتاح بالشيء اللي عم يتعلمه. وكل ما تعلم الواحد شغلات جديده كل ما كبر اكثر، عن جد كل ما نظرته للحياه، كل ما ادراكه توسع يعني، وصار يشوف الحياة بطريقة أجمل. اوكي نحن خايفين، بس خليه يكون خوف بناء شوي، يعني شوف هي اذا جربنا شو راح يصير. ما راح اخسر حياتي اذا جربت شيء جديد. انا معلش اذا اسمحوا لي تذكر احكي. عبود، انا هلا ذكرني هلا بشغله، احكي لي بدك تحكي وقل لي شغله ثانيه. انا بدي منك، بدي انت قلت لي عليها كمان من قبل، سمعتها من اكهارت تولي، انه الانسان على فكره انه ما بيموت الانسان. إيكهارت تولي بكتاب The Power of Now ايه بيقول سر السعادة إنك تموت قبل ما تموت. تماما. ايه معلش كيف فهمت أنت العبارة عمور؟ انت اللي عليها. آه لان أنا انا وتقول انا تموت قبل ما تموت، انه فهمتها بطريقة انه يا اخي اذا انا بدي اعيش حياتي بس بدي حافظ على الشيء اللي بدي اياه. دائما افكر هي قصة انه الخوف من السقوط. يعني لنقول كمثال توضيحي، ونحن هلا حكينا ان المصاري مو اهم شيء بالحياة، هو الأهم شيء بالكارير، لكن كسهولة مثال كثير توضيحي وبسيط، لنقول في أنا عم بشتغل شغل عم باخذ الراتب مثلا 10,000 لنقول شو ما كانت العملة، تمام؟ ممكن يجيني فرصة ثانية أنه آخذ 20,000 بدل 10,000. أول شغلة بفكر فيها هي أنه أنا شو حأخسر؟ يعني قديش في ريسك؟ يعني إذا هلا أنا اشتغلت تبع ال 20,000، هلا أنا بقدر أشتغل ولا لا؟ ممكن يضل ولا لا؟ حيقلعوني بعد فترة ولا لا؟ قديش في ريسك انه اخسر ال20 وارجع للصفر؟ بخاف انه انزل من ال20 للصفر اكثر ما اطلع من ال10 ل20 اللي هو ضعف، تمام؟ ايه، فانا بقتل الخوف اللي عندي هذا، وقت بعيش حياتي انا عرفان انه باي لحظة انا ممكن موت. يعني انا مش شو خايف، شو حياتي انا اكبر ريسك بالحياة هو الخوف، هو الموت. يعني هو اكبر خطر بالحياة هو الموت، لكن الموت بحد ذاته ما في اي علم ولا دكتور ولا اي زلمه بالدنيا بيقدر يقول لي امتى حيصير. طيب انا بكون واعي لفكره انه اي يوم بحياتي ممكن هذا يكون اخر يوم بحياتي، شو عاد صفى شيء انا خاف منه؟
وتحط الاوليات تبعي صح، فخلص انا بعيش حياتي وما عاد في شيء خاف منه، لانه اكثر شيء خايف منه حيصير وما بعرف انت. تمام. اللي شو انت كيف رايك بالموضوع؟ شو كيف انت؟ انا تذكرت شغله عمر، حكيت تذكرت جمله هون خطر على بالي، الشغله حكيت له اياها لعمر بدي احكيها قدامك هلا. انا من اول امبارح كانت اول كلمه الي، او خليني اقول ريدي، ما بعرف شو الترجمه يا عموره، سبيتش اول سبيتش الي بالتوست ماستر، هذا مكان للببليك سبيكينج، يعني كل واحد بيختار موضوع محدد بيحكي عنه قدام الببليك يعني. هيك فعليا حرفيا كانت اول مره بالالماني وقدام عالم يعني بحكي. هو الهدف الاساسي انا انه اكسر في كتير حواجز نحن باللاوعي موجوده عندنا، كان هدفي اني اكسر هذا الحاجز يعني تلقائيا. انا كنت نسيان، انا بعد كنت نسيان لفتره طويله انه اليوم عندي، يعني بدي شايف حتى من دون ما احضر كتير كنت نسيان انه عندي يوم الخميس سبيتش، بس تذكرت يعني بوقت متاخر شوي. هون بقى جاني شعور خوف تلقائيا، مع هذا الخوف بصير تتولد افكار. ما هي الفكره انه الجسم لما يحس بخطر بصير بده يبعث افكار للدماغ. فشو الافكار؟ افكار طلعت يعني انا مستغرب من وين اجت الافكار، انه والله شو بدك بهالقصه، انه انت عندك قناه على اليوتيوب وعندك قناه بودكاست مع عموره، عم تضيع وقت، والله انت حتروح على مكان حتلاقي انه كل الموجودين بيحكوا الماني، لغتهم الام الماني وانت لغتك الام عربي. افكار ما بعرف من وين تيجي بصراحه. فهي انا اول مره بحياتي يا عمور يا الكوثر، اول مره بحس اني عم راقب افكاري. يعني هو من الفكر اللي حكاها جودي سبينزا اوت اوف بودي، يعني اول مره انا بحس حالي خارج الجسد، لانه في كتير عالم بتفكر هن افكارهم من شيء واحد. لا، انت عندك الاليه انك تراقب افكار، فانا راقبت افكاري هيك. طيب حلو، يعني هون هو هذا هو الوعي، يعني انه انت يكون عندك السلطه انك تراقب افكارك وتعرف انه هي مو افكار خارجه من الوعي تبعك، وانما هي برامج مخزنه باللاوعي فعليا. هي مو انت يعني. ايه، فكانت اول سبيتش الي وكتير كان شيء مميز، انا انبسطت بصراحه. حتى في عالم قالوا لي انه والله احنا ما بنصدق انه هي اول مره بتعمل فيها سبيتش. يا الكوثر كمان والله كثير خطوه شجاعه. كنت تحكي شيء. انا كنت بدي احكي على فكره الموت، انه فكرت جمله انه live as if you were to die tomorrow، عيش كأنك رح تموت بكرة، و learn as if you were to live forever، يعني ضل عم تتعلم وكأنك رح تعيش للأبد. هيك هيك والله. حلو. ايه الكوثر، انا حضرت بصراحه عدد كبير من فيديوهاتك، حبيت كتير كيف انه اول شيء الفيديو قصير ومكثف بنفس الوقت، وكيف انه عندك حب كبير للغه العربيه، بتحكي باللغه العربيه الفصحى يعني بطلاقه يعني تمام. من ضمن الفيديوهات اللي سمعتهم انه قلتي انه في نسبه كتير كبيره من المدراء سامين، او يعني بيتعاملوا بطريقه سامه مع الموظفين. هلا انا اول سؤال خطر ببالي هون، مدير واحد مقابل كل 10 سامي. ايوه انا اول سؤال خطر ببالي انه طيب اول شيء شو اللي خلى الموظف، شو اللي خلى المدير يوصفه لفلان اذا هو ما بيحبه؟ يعني ليش لحتى يوصفه؟ وكيف انا بقدر اتعامل مع هذا النوع من المدراء؟ طيب هلا شو اللي خلاه يوصفه؟ ما شرط يكون القرار بإيده 100%، يعني ممكن في شخص ثاني مسؤول عن التوظيف، أو إنه فعلا هذا الشخص منيح، بس هذا البني آدم أو هذا المدير هو بطبعه عنده هي الصفات السامة وهو يمكن لا يدركها. يعني أنا بعرف مدركة تماما إنه عبود شاطر بشغله ومتواصل، أنا ما فيني بلا أصلا، ما بيمشي الفين، بس أنا ما فيني إلا إذا ضايقته برا أوقات الشغل، وإذا ما نظرت عليه بكل، لأنه أنا هذا طبعي وقد أكون لا أعي ذلك. فهي مو لأنه أنا ما بحبه لهذا الموظف، أو ما بعتمد عليه بالشغل، يمكن انا شايفه احسن شيء بالعالم، بس المشكله عندي وانا ما عم ادركه. وشو الطريقة المناسبة لنتعامل مع هذا النوع؟ انت كموظف كيف تتعامل معه؟ تمام. اول شيء بدك تفهم شو مشكلته بالضبط، يعني هو ليش عم يتعامل معك بهالطريقه؟ هل في سبب حقيقي؟ يعني هل في مشكله صايره بيناتكم؟ هل في سبب بصلب شغلك؟ هل انت فعلا مقصر؟ يعني اول شيء شوف النقط من جهته هو حاله مكان. اذا طلع ما في سبب فعلا منطقي، يعني هو بس موضوع بشخصيته، فبنحاول نحن نشوف نحن قد ايه عاملين نتعامل معي شخصيا. يعني لو هو شخص بيحب يبين فهمان كل شيء، فيني اسمع، فيني اخذ رايه، فيني اوريه انه انا يعني مثلا مهتمه، بانه استاذ انا بعرف انه انت
كثير فهمان بهذا الموضوع، يعني ورجي انه انا مدركه لانه انت فهمان كل شيء حتى لو مو انا اكشلي هيك. فهو هيك يعني بيكسر هذا الحاجز اللي بينا، فبدي ضل اعمل هي الستبس باتجاهه، بدي ضل اشتغل على النقطه اللي هو عنده اياها مشكله لحتى اعرف اتواصل معه فيها. زائد انه يعني بدها تكون عندي هي المرونه النفسيه، بدي اتحمل اول فتره. طب اذا ماني قادره اتحمل، قادره اني اغير، قادره اني اشتغل بقسم ثاني، اوكي. بس انا دائما مع المحاوله، نحاول نوصل لحل وسط حتى بمرحله ما انه نقعد مع هذا الشخص ونقول انه استاذ انا في او انسه او مدام انه في مشكله بشغلي، في شيء نقطه صاير عليها خلاف بيناتنا، انا حابب افهم شو سبب هذا الشيء. يعني احيانا يمكن الشخص الثاني ما بيكون منتبه، يمكن بس لازم تقول له انه انا عم اتضايق من كذا وانا مو فاهمه السبب، لما خبرني انا اصلح، انا بشوف كل شيء بتواصل وبينحل. اذا ما انحل وهذا الشخص فعلا خلص سكر كل السبل، فايه وقتها في ابحث عن مكان ثاني. بس ما تروح من اول مشاكل انا مديري سيء، مديري ما بيسمع صوت، انه حاولت تحكي معه قبل ما تروح تترك هالمكان؟ فانا برايي نحاول دائما، مو فورا نتخذ القرار بانه ما عاد بدي هالمكان. قد يكون هو عم يتعامل معي بطريقه قاسيه، او عم ياثر علي انه انا عامله موقف مو ظابط بالشغل، او لانه انا في مشكله بشغلي، او لانه انا بطيئه، او تكاسلت، او اخرت شيء. يعني قد اكون انا السبب فعلا، فلازم اشوف هذا الموضوع واكون حقيقيه مع حالي بالاول. اذا ما في سبب فلازم نروح لشخصيته هو، شوف هذا الشخص هو ليش ممكن يكون عنده مشكله معي. هل هو مثلا ما عنده مشكله معي، شايف انه عبود او عمر كثير مناسب لهذا المكان، كثير انا ما في استغني عنه بالكثير، بس انا بشخصيتي بحب هيك افرض رايي على الناس، بحب بين انا المدير، انا الكل بالكل، بحب دائما يرجع لي. يمكن هي نقطه بشخصيته وانا في ببساطه اشتغل عليها بانه يعطي هو في يقرب منه فيها. ودائما وابدا فيني روح احكي بكل وضوح وبكل ود، مو اعلى من المشكله، احكي عن جد بود واقعد اقول انه انا كثير بحب شغلي وبحب الشغل مع حضرتك، بس انه انا عم اتضايق من 1 2 3 وما بفهم سبب هي المشكله. لو ممكن توضح لي اذا انا عامل شيء مثلا، او في سبب، او انا افهم هذا السلوك بطريقه مستقيمه، يمكن الحديث كثير يكون مثمر. ممكن هذا الشخص يكون حاسس بالتهديد مننا في مكان العمل، سواء كان مدير او زميل، انه احنا ممكن ناخذ مطرحه بيوم من الايام. وهي النقطه انا برايي يعني هي العلاقه اول شيء بثقته هو بحاله، مو فيي انا لحالي، بس انا فيني اشتغل عليها الشورينج دائما انه نحن زملاء، نحن عم نشتغل سوا، انا بيهمني رايك، انا بتعلم منك، نحن عندنا هدف مشترك نحققه. يعني يشتغل على المواضيع النفسيه ودائما نتواصل بموده، مو ما نكون محتدمين، لانه الاحتدام بهي المواقف ما راح يجيب ولا نتيجه. واذا خلص استمرنا تمام. كل السبل فينا نروح ننتقل ثاني او شركه ثانيه، بس مو فورا نروح للاكستريم. يعني لما الشخص يكون صار له بهذا المكان مثلا فتره طويله، اثبت حاله، هو مدير، واصل لمرحله معينه، اذا حدا كثير فريش عنده طاقات اكبر بمطارح معينه، فهو نتيجه انه شاف حدا عنده هي النشاط، عنده هي الشعله، حس بهذا التهديد. هو يمكن هذا الشخص ما عنده خبرته، ما عنده ولا اصلا ناوي ياخذ مكانه، ولا فيه يوصل لمكانه بسهوله، هو حس بهذا الموضوع من جواته، هو له علاقه بثقته بحاله. انا فيني حله بانه ضل اقرب منه واتواصل معه على المستوى الشخصي، ضل حسه انه انا حتى مهنيا انا بتعلم منه، انا ما عندي مشاكل معه. اما اذا بدي احكي من جهه المدير او الشخص اللي هو حاس بالتهديد، ما اشتغل على حاله. يعني انا شايفه انه عبود احسن مني بالبرمجه، طب ما انا فيني اتعلم البرامج اللي هو عم يشتغل عليها بالفتره الاخيره اللي هي طلعت جديد وانا ما بعرفها مثلا، لانه نحن في فرق جيل بيناتنا، هو بيتعلم على التكنولوجيا اسهل مني، طب في اتعلم، في اشتغل على حالي، حتى في اقعد معه واتعلم منه. يعني هو مو غلط، مو غلط هيك متواضع بالموضوع، نشتغل على حالنا. الشغلات اللي مخوفتني بانه هذا الشخص رح ياخذ مكاني فيني اشتغل عليها، يعني هيك بكل بساطه. تمام. كنت حابب احكي على كم شغله هي ركزت عليهم، قصه الاويرنس، انه من الاويرنس او قديش الواحد يكون واعي هي بتحل المشاكل كلها فعليا. يعني هذا المدير بتقول لك انه اكثر الاوقات هو مو دريان انه الموظف عنده مشكله، او الموظف ما حاسس حاله مقدر، او شو عم يتعامل معه بطرق. بس بنفس الوقت انت اذا كنت انت الموظف كمان يكون عندك awareness
إنه شغلة معلومة أنا هلأ أنت قلتيها، إنه 10 أضعاف اللي نقول الهيلثي مانجر هو توكسيك مانجر. يعني أنا إذا عندي، إذا بالمتوسط لنقول 90% من المدراء قابل كل مدير منيح عنا 10 سامين. 10 سامين. خو فأنت، وطبعا أنت وقت تحكي سامين نحن ما عم نعرف، هو ما فيش كمان شيء 100%، يعني مو هو 100% سام هيك بيجي كله بيجي السموم معه، لا، بس انه بيكون هي اصلا نسبيه. فانت باي محل انت عم تشتغل فيه بدك تحط ببالك انه ما في محل بيرفكت، يعني الغالبيه عم يكون عندهم هالمشاكل هي، انت محل فيه عم يكون في مشاكل. فهي اصلا من ضمن السكيلز انك كيف تقدر تتعامل مع القصص هي كلها. ايه وقديش مهم انك أصلاً كوميونيكيت. بهاي ايه تفضلي تفضلي. في فكرة إنه كلياتنا لما نصير مدراء يمكن نعمل نفس الشغلات، يعني ما نحس تمام. على حالنا بالأول. يعني الواحد أحياناً نتيجة إنه برول معين عليه مسؤوليات معينة، عليه لسه ضغط، عليه ديدلاينز، عليه يعني ضغوط من الأعلى منه أنت ما بتدركه كموظف، فهو عم يتصرف بطريقه معينه، انه هو بالنهايه كمان بشر مثلك، مثل عنده ضغوط وعنده مسؤوليات وعنده مشاكل برا الشغل وجوا الشغل، وبده يدير تيم كامل وبده يتواصل. فكمان احيانا الواحد بحاجه تفكير انه ما بينتبه انه هو عم يغلط بحق الاخرين. يعني ما فينا نقول عن واحد انه هو سام 100%، ما كلياتنا عنا الاثنين، بس لازم نضل مواظبين بيناتهم. تمام. ما حدا فينا نسيته هو المثل، بس انه يعني ما فيك تقول انا ما بأمر كذا لتصير بهذا المطرح اللي انت احنا ما نبي مكان، خلينا دائما نلاحظ حالنا، نحاول نفهم، نحاول نحكي معهم وفعلا نوضح لهم. يمكن الموضوع يكون كثير بسيط اذا بس انا حكيت انه انا عندي مشكله، ما فينا نتعامل معه بعقليه انه لو بهمك انت عرفت الحاله. لا مو هيك بدك تحكي. هلا هي كمان ذكرتني بقصة انه تحط حالك محل الطرف الثاني، قديش هي شغلة بتحل كتير مشاكل وين ما كان. عن جد هو كمان فكرة انه التوكسيك بالنسبة لإلي بجوز يكون مو توكسيك بالنسبة للكوثر، يعني هو الموضوع نسبي كمان. الإنسان عن جد لما حسب معتقداته بشوف الواقع أحيانا بطريقة مشوهة، يعني هي غير حقيقية أبدا. فلذلك نحن بنرجع بنركز على فكرة انه انت شوف شو المعتقدات اللي عندك إياها انت تجاه العالم، تجاه نفسك، تجاه طبيعة العالم. يعني حاول تفلترها الشغلات اللي منيحة. أكيد مو كل شيء الواحد ربي عليه هو شيء غلط يعني، بس الواحد يشوف الشغلات المنيحة يخليها، والشغلات اللي مو منيحة إلا أوت. هو في كثير احيانا بقول لك انا عندي مشكله بانه اشوف القصص دائما بطريقه ايجابيه، فكثير انه تجي نصيحه انه على القليله question everything، يعني اي شغله بتصير معك دائما اسال حالك curious، هل هو انا الشيء اللي عم بعمله صح؟ هل هو هذا الحل الوحيد؟ اي شغله هي العاده هي الصح؟ هل انا الاسامبشن اللي عم بعطيه على المدير تبعي مثلا هو اللي هو الصح؟ هل هي انا كل شيء هلا معلومات عندي اياها بتخليني احكم عليه بطريقه معينه؟ مجرد انك، والاسئله بتطلع معك كثير، مجرد انك يكون عندك العاده هي انك question everything بيطلع معك شغلات احيانا انت بتقول واو انا عن جد هيك الشغله ما كنت ابدا حاطه ببالي، بس مجرد تكون كيريوس هي اهم شيء، يكون عندك فضول. تمام الكوثر. هلا في موضوع صدقا، يعني ما في حدا بيحكي لي عن شغله الا بتواجهه نفس المشكله، انه بيقول لك انا بستحق زياده، انا حاسس حالي اني بستحق زياده بالراتب، بس بنفس الوقت انا بخاف او ما بعرف شو الطريقه اللي احكي فيها مع المدير، وبخاف اذا حكيت له يفهمني غلط، او انه يعني مليون سيناريو بيخطر على باله. فانت برايك ايمت الواحد اول شيء كمدة زمنية، يعني بعد كم فترة من الشغل يقول انه هذا الوقت اني لازم اطلب فيه زيادة، ايمت الواحد بيكون هو بالفعل بيستحق هاي الزيادة، وشو الطريقة اللي احكي فيها مع المدير بهذا الموضوع؟ يعني اول شيء ما تتوقع انه بيوم من الايام ولا حدا فينا يروح على المدير يقول له بدي زيادة بالراتب يقول له مضبوط تكرم عينك تستاهل وفورا. يعني مستحيل تصير في ولا مكان عمل، مو لانه هم ما بيقدروك، بس لانه اسلوب الطرح لازم يكون غير، ولازم يكون في تمهيد للموضوع. أول شيء أنا بمكان معين لما بلش
أكيد أنا عم يصير في، إذا المكان عم يشتغل صح عم يصير في تقييمات أداء روتينية، أو على الأقل أنا عم أسمع تقييم من مديري من الفترة الثانية، فأنا بعرف وين النقص أنا لازم أشتغل عليها، بعرف وين النقص حسنتها، بعرف حالي مثلا أخذت شهادة من فترة قصيرة، تخرجت من فترة قصيرة، عملت ماستر، صار لي بهذا المكان فترة معينة، بدي أعرف حالي شو أنجزه بالشغل فعلا، وروح هيك أعمل أول شيء أنا تقييم أداء لحالي بيني وبين حالي، إنه أنا بستاهل هاي الزيادة ولا بس أنا بس عم أطلبها مثلا إني أنا بوضع اقتصادي سيء، يعني أنا لما بدي أروح أقنع هذا المدير إنه أنا بستاهل زيادة بالراتب، عندي أسباب أولى ولا أنا بس راح أقول له إنه الوضع سيء، أنا فاتح بيت، أنا صار لي معكم 10 سنين بستاهل زيادة بالراتب، هي مانا أسباب، الأسباب إنه أنا عم أتطور بشغلي، عم أتطور مهنيا، عم أتطور شخصيا، أنا بمكان العمل علاقاتي منيحة، أنا محبوبة، حققت أتشيفمنت بالفترة الماضية، مثلا كان في ريبورتس كثير مهمة، سلمت على الوقت، سلمت بدقة عالية، حققت نتائج منيحة، حققت مبيعات أكثر من التارجت، عندي إنجازات عملتها، فلازم نروح أنا أكون قاعدة مجهزة بيني وبين حالي كل هي الأسباب، وفعلا أنا أسباب مقنعة، مو بس إنه أنا صرت كلام، هي أسباب مقنعة روح فيها وخبر فيها هذا المدير إنه أنا الفترة الماضية كنت عم أشتغل على 1 2 3 وأنا مركز بالفترة القادمة على هي الأهداف، عم أشتغل على حالي بهي النقاط، أنا تقييم أدائي الفترة الماضية كان منيح لهي الدرجة، عملت 1 2 3 فأنا شايفة إني بستاهل زيادة بالراتب، مستعدة لأي تقييمات أداء جاية، مستعدة إذا في أي شغلات لسه لازم أعملها لأستاهل زيادة، بس أنا شايفة بهي المرحلة إني بستاهلها، ونكون جاهزين نسمع المدير شو راح يقول لنا، يعني لو فرض أنا شايفة حالي بستاهل نتيجتي، بس مديرتي شايفة إنه أنا عندي نقص بنقطة معينة، طب هي النقطة خذيها وروحي اشتغلي عليها وارجعي لعندك، طب أنا اشتغلت عليها هيك كل قصة بستاهل زيادة، يعني دائما الموضوع له علاقة بتطورك المهني، مو بس إنه أنت مرق سنتين فلازم تترقى، او انه تخرجت من الجامعه فلازم تترقى، او وضع الاقتصادي عم يسوء فلازم تترقى، لا انت شو عم تنجز بشغله، شو عملت ادد فاليو بالفتره الماضيه على اساسها تستاهل هي الزياده بالراتب. أمورة، حابب أسمع وجهة نظرك في الموضوع. أنا حابب أحكي هون شغلة بالموضوع هذا. اسأل أي حدا، أي موظف، أي موظف، يا اسأله يا أما قل له مثلا، أو إلا والله بتعرف شو، أنت شغلك كتير منيح وأنت بتستاهلي زيادة بالراتب، وأنت شغلك كتير منيح وأنت بتستاهلي زيادة، أنت أو أنت ما تتوقع إنه والله أنت الراتب اللي عم تاخده أقل من الإنجازات اللي عم تحققها، أنت قيمتك أكبر من هيك. اي زلمه بالدنيا، لنقول في استثناءات، في ناس ممكن تقول لك انه لا والله انا بعرف حالي عم بعمل كذا كذا كذا، مثلا بالافرج بالماركت هيك الواحد ياخذ كذا وانا مبسوط. الغالبيه العظمى من العالم بتقول لك اي والله الحق معك، انا لازم اخذ راتب اكثر من هيك. يعني هي هو دائم، وهي فكره نرجع للمره الماضيه، يعني الواحد يكون اوير بالايجو تبعه، الايجو دائم بدك اكثر اكثر اكثر. انت هذا ما بيعني انك ما تحكي، اذا انت عن جد عامل تقييم وعندك سيلف اويرنس وعرفان حالك انت قديش، هي النقطة الأساسية عم تحكي عليها الكوثر، شو عم تعمل إنجازات للشركة اللي عم تعمل عم تشتغل فيها، شو عم تحقق لهم، شو عم تفيدهم، عم تزيد المبيعات تبعهم مثل ما حكيتي، عم تجيب التارجت اللي بدهم، عم تعمل الريبورتس اللي هن مهتمين فيهم، عم تتعامل مع الكلاينتس تبعهم بالطريقة، عم تجذب لهم كلاينتس جديدة، شو عم تجيب، وعلى الأساس مو انه بس انا لانه انا لانه كثير انا منيح وهيك بس حكي بالهواء يعني، تمام. والتركيز تبعك عن جد انت من قلبك، اول شيء انت من جوا عن جد بدك تفيدهم وعم تفيدهم وعم تشتغل من قلبك، اول شيء حيبينها، تمام، احيانا بدون ما تحكي، لكن بعد بدك تعرف كيف بدك تتواصل، انه بتتواصل بالطريقه اللي فيها انه واحد اثنين ثلاثه، شاركت تجربة انه قديش المهم واحد بيفكر بالكارير، ما يفكر بس بهلا وبالسنة الجاية، يفكر حياته كلها هي الكارير بالاخير، ويحط الاولويات تبعه ويطلع هيك على البيك بيكتشر. حطيت كمثال انه قديش مهم الواي، انا بعرف الواي هي اهم شغلة بحياتك وبالكارير تبعك وبكل شيء. انه كتجربة بالنسبة لي، انا كنت بفرانكفورت، كنت عم بحكي انه يعني تركت الشغلة اللي كنت فيها، الشركة اللي كنت فيها، مع انه كنت عم بقول لهم يعني كنت اثنين من الليدرز، وحده من بيناتهم هي كانت مسؤوله عن اكثر من 100 موظف، واجت لعندي وقالت لي انت شو بدك مصاري، قل لي
لحتى تضل. بس انا وقتها خلص، انت مثل ما حكيتي بعد سنتين ونص كمان، ان لو يمكن قد ما اعطوكي مصاري انت خلص بدك تتركي، لانه ما يعني بتوصلي لمرحله مو هو المصاري هي اهم شيء، بس هي على الطريق مهم، وواحد يعرف كيف يتناقش فيها وكيف يتعامل فيها. تمام. فانا بعد منا عم اقول له لعبود، الشركه اللي بعد منا اللي انتقلت انا على مدينه ثانيه رحت عليها ما مشي الحال، بس وقت بيكون عندك البيربس كبير بتعرفي الواي تبعك، ممكن تفشلي مره ومرتين وثلاثه، بس بدك توصل مش للاخير اللي بدك اياه. وهذا التجربه تبعي انا اللي حكيتها باختصار. تمام. حنختم بهذا السؤال. كثير في اوقات بوصل واحد لمرحله انه حاسس خلص ما عاد فينه يكمل بهذا الشغل، بس بيكون متردد يعني. فسؤالي، ايمت برايك هو الوقت المناسب اللي خلص لازم الواحد يقول انه انا بدي اترك؟ وشو نصيحتك لهذا الشخص قبل ما يقدم طلب استقاله؟ يعني شو الشغلات لازم يعملها قبل ما يقدم طلب الاستقاله؟ تمام. اول شيء انه يقعد فعلا ويفكر هو ليش بده يترك. يعني هل هو بده يترك بسبب انه عم يدور على راتب اعلى، على بوزيشن اعلى، بسبب مشكله صايره معه؟ يشوف السبب، اذا هذا السبب قابل للحل يحاول يحله. يعني اذا هو بسبب مشكله صايره مثلا مع مديره يحاول يحلها، يعني يحاول يتناقش فيها، ممكن انها تنحل. اذا هو بسبب راتب اعلى لانه مضطر، لانه ايا يكن، يحاول يفاوض عليه. اما اذا بسبب انه هو فعلا وصل لهي المرحله اللي انه انا ما ضل شيء اتعلمه بهذا المكان، او انا ماني شايف انه قادر بقى اتطور بهذا المكان، او انا عم دور على شغل ببيئه مختلفه، مثلا انا بشتغل بشركات او ايجنسيز وهلا حابب اجرب شغل المنظمات، حابب اجرب الشغل ببلد ثاني. فهذا هو شيء له علاقه بانا هدفي الشخصي، شو ناويه لبعدين، ليش بدي اترك المكان. اول شيء هدول لازم احددهم. بعد هيك اكيد لازم روح اتناقش مع مديري او مديرتي الموضوع، ووضح هي الاسباب وخبرهم قبل فتره كافيه حسب المتفق عليه. ومثل ما قلنا دائما نحكي بوضوح، لانه يمكن اذا في مشكله انه هي تنحل. يمكن احيانا ما بنكون متوقعين انه اللي بدنا اياه يصير، يعني ممكن تنحل. اذا خلص موضوع العلاقه بهدف شخصي مثل ما حكينا، فلا، نحن لازم نروح ونوضح انه انا بسبب أهدافي الشخصية اللي هي 1، 2، و3 أنا بدي أخطركم، يعني إنه أنا بدي أترككم بعد فترة معينة، وبكل ود واحترام وأنجز مهامي على أكمل وجه وسلم كذا المطلوب مني وخلص روح للفيز الجديد. بس أنا مطمئن إنه أنا لا تركت هذا المكان بتجربة سلبية، ولا تركته وأنا في بقلبي شيء كان ممكن ينحل وما انحل، كان ممكن يتصلح ما يتصلح. وكمان كنت متأكدة إنه الطرف الثاني رضيان، يعني اطلع من هذا المكان اثنيناتنا رضيانين. هاي هي نصيحتي، ما نترك ولا مكان بمشكلة، يعني أيا يكن، وحتى لو كنا فعلا مواجهين صعوبات ومحاولين كل محاولة، ما نترك بمشكلة، نحاول نحل الموضوع. هلا هي بما يخص الشغل، بما يخص بقى أنه أنا رايح أدور على شغل جديد، أنا لازم أضبط كل شيء له علاقة بصورتي المهنية قبل ما أروح أقدم على شغل تاني. يعني لازم أتأكد أني محطة السيرة الذاتية تبعي بكل ما هو ضروري فيها، عارفة شو الشغل اللي بدي أقدم عليه، مظبطة على أساسه، ومظبطة لينكد إن تبعي، عاملة الكونكشنز اللي لازم أعملهم، في ببالي أصلا أماكن محددة عم بلش أقدم عليها. يعني حتى أنا اخترتهم إنه أوكي أنا بدي أروح، بس أنا لازم أكون خلال هاي الفترة أصلا عاملة الستبس الأولى اللي هي إنه أنا أصلا بلشت أدور على شغل تاني. زائد إنه أنا لازم أحط حالي باحتمال إنه أنا طيب خبرتهم إنه بدي أترك وتركت وما كنت بلاقي شغل، فأنا لازم أكون مأمن حالي للفترة القادمة، مو هيك رايحة بلا خطة مالية أبداً، مو مجهزة حالي. يعني إذا ممكن هلأ خلصت اليوم شغل وما لقيت شغل تاني، أو تأخر الشغل التاني لبلش، أو وعدوني وما بلشنا، أكون أنا صفيت بلا شغل، بلا أي مدخول، بلا أي أمان، خسرت وظيفتي، فهيك رح فوت بحالة من الكآبة كتير سيئة. فلأ، لازم نكون مأمنين حالنا يعني مهنياً ومالياً، وزائد إنه تاركين هذا خط الرجعة الشركة، لأنه نحن كنا عم نترك بود، فلو أي صار تغييرات على هالخطة يمكن يكونوا مرحبين فيني بأنه خلص ما صار شيء، يعني نترك هاي الأمان لإلنا. حلو. أنا حكي شغلة بسيطة على السريع، أنه قديش مهم الواحد يكون عنده ستاندرز عالية خصوصا بالكونكشن. بيقول لك إذا واحد لأي سبب من الأسباب، سواء هو ترك الشغل أو انترك من الشغل، إذا ما قدر خلال 20 يوم ماكسيموم يكون جايب أوفر تاني على القليلة خلال 20 يوم، فهو ما عنده كونكشن قوية. بتحكي أنت على لينكد إن وعن كونكشن قديش مهم.
تمام. انا هلا كمان في فكره كمان سريعه خطرت في بالي، انه لما حكيت على فكره الود، انه الواحد لازم يترك ود، هو بالفعل واحد، انا كثير سمعت هالعباره، الانسان بتبين اخلاقه بالنهايه، يعني بنهايه اي علاقه، سواء علاقه مع مدير الشغل، سواء علاقه مع شخص، مع بارتنر، مع اي شيء. فالواحد يعني نهاية علاقتي مع أي شخص أو مع أي مكان، مو معنى هذا الشيء إنه يلا يتحول هذا الشخص لعدو، يعني هاي أهم شغلة. احنا كثير انبسطنا معك الكوسة، والموضوع يعني موضوع هو الموضوع الكارير، واحد ممكن يعمل سلسلة من البودكاستات عليه وخصوصي معك يعني. فان شاء الله نرجع نستضيفك مرة ثانية، كثير انبسطنا. و والله تمام، شكرا بتكي كثير تمام. للكوسر، شكرا كثير. وبصراحة يعني شخص كثير مناسب للموضوع اللي عم نحكي عنه، من ناحية الخبرة ومن ناحية الشغف كمان. وكمان أصدقائي المتابعين، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا، إن شاء الله تكونوا كمان استفدتوا من هالكلام اللي عم نحكيه، وإن شاء الله تقدروا تستفيدوا إنه تطبقوا هاي المعلومات اللي تستفيدوا بحياتكم المهنية وحياتكم الشخصية. أنا وعمر والكوثر بنتمنى لكم حياة سعيدة، بنفتح صفحة جديدة، وبنلتقي بالفيديو الجاي. مع السلامة. سلام. سلام. مع السلامة يا كوسر. يلا باي. شكرا كثير. عفو، أهلا وسهلا. باي. باي. باي.